اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. يعني حلقه هيكون معانا فيها امور كتير جدا، سواء تخص اخبار وكواليس تخص النادي الاهلي وبعض التعليق على بعض الامور. اكيد منتخب مصر هيكون عندنا كلام مهم جدا يخصه، محتاجين تسمعوه، وبعض الامور الاخرى كالعاده على مائده الاهلي خط احمر، وهي مائده دسمه جدا. ولكن قبل اي شيء وقبل كل شيء، يعني نتقدم بخالص العزاء لأنفسنا قبل أي حد، طبعا في وفاة الوزير السابق ونائب رئيس النادي الأهلي السيد العمري فاروق. يمكن كانت مشاهد صعبة جدا ولحظات صعبة مرت على كل محبي النادي الأهلي، سواء أعضاء الجمعية العمومية أو مشجعي النادي الأهلي. كانت لحظات يعني أعتقد الفقد صعب، وخصوصا لما تفقد قيمة. الوزير السابق العمري فاروق ترك إرث، يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كان رجل وقامة وقيمة إدارية. أعتقد أي حد يدرك قوة هذا الرجل الإدارية وقدراته وتاريخه داخل النادي الأهلي، وحتى أيضا إسهامه الرياضي لما كان خارج النادي الأهلي في وزارة الرياضة. هو رجل كان لا يعرف غير لغة العمل، كان لا يعرف غير لغة الاجتهاد، كان لا يعرف غير لغة النجاح في كل شيء في حياته. كان رجل شعار رحلته وتجربته النجاح. ويمكن الذي لقاه بعد رحيله من حب ومن مشاعر ومن حالة الناس حساها، ان انت فقدت حاجة كبيرة جدا 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 داخل النادي الاهلي، وشخص مؤثر وكان نعم الرفيق والصديق والناصح والمكمل لحالة مجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب. أكيد أكيد كلنا بنعتصر ألما على رحيل هذا الرجل الذي في رأيي يعني ترك علامة كبيرة جدا جدا، وترك حزن في قلوب كل أهلاوي وكل محب. أكيد يا فارس، خالص تعازينا في فقدان يعني الأستاذ العمري فاروق الوزير الأسبق. والحقيقه الوزير الاسبق بيشهد له ان هو كان رجل مواقف، وده كان مهم جدا في الشخصيه الاداريه. انا بشوف ان مش النادي الاهلي فقط لا غير، هو اللي فقد كادر اداري مهم جدا وهو الاستاذ العمري فاروق. لا، انا بشوف ان الرياضه المصريه فقدت في ظل الازمه اللي احنا بنعانيها اداريا، فقدت رجل كان قادر جدا جدا على خدمة الرياضة المصرية وليس فقط النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين طبعا دي مشاهد من مراسم العزاء. يمكن الأهلي خط أحمر لم يخرج أو كان موعده يعني ما يناسبش أننا ظهرنا أو ظهورنا بعد العزاء غير النهاردة، وبالتالي كان مهم جدا أننا نقدم التعازي لأنفسنا مرة أخرى. ولكن يعني كان في مشاهد مهمة جدا أيضا، هي بالأمس، ممكن ترجع لها برجاوة بعد إذنك. كان مشاهد مهمة جدا بالأمس، وهي تواجد ابن الأستاذ العمري فاروق في إحياء ذكرى شهداء النادي الأهلي، دائما لا ننساهم. والحقيقة كانت لقطة مهمة جدا جدا من النادي الأهلي، والأهم كمان تعقيب أهالي شهداء جماهير النادي الأهلي، وهي فكرة اللي خلف فعلا ما ماتش. كانت لقطة بتتوج اللقطات اللي احنا اعتدنا عليها في النادي الاهلي. يمكن في ظل أزمة الأستاذ العمري فاروق أثناء مرضه، كان متواجد يعني شقيقه الدكتور هشام العمري في مراسم تسليم جوائز ألعاب الصلاة اللي كان للأستاذ العمري فاروق باع كبير جدا فيها. وانت بتتكلم عن قوة الشخصية، أنا يحضرني موقف شخصي. فحضرت مباراة أهلي وزمالك باسكت، وكانت في صالة النادي الأهلي، وكان في بعض المشكلات على وجود بعض الجماهير في المدرج، وخرجت جماهير النادي الأهلي، ولكن إداري نادي الزمالك وقتها كانت احتجاجاته شديدة جدا جدا جدا. فإذا بالأستاذ العمري فاروق بمنتهى الثقة والهدوء والقوة قال: احترم المكان اللي أنت متواجد فيه، أنت في النادي الأهلي
والاعتراضات الكتير اللي انت بتعملها لا تليق بحجم نادي زي نادي الزمالك. واتمنى ان الاعتراض دي تتوقف، لان كل الجماهير خرجت بره الصاله، فكان دايما وابدا حريص على حقوق النادي الاهلي بمنتهى القوه. فرحمه الله على الاستاذ العمري فاروق، وربنا يغفر ليه ويرحمه يا رب العالمين، ويلهم اهله الصبر والسلوان. أكيد يا أسامة، يعني ويمكن الأمور مرتبطة ببعضها. كان أسامة اتكلم عن وجود ابن الوزير السابق العامري فاروق ونائب رئيس النادي الأهلي في إحياء ذكرى شهداء النادي الأهلي اللي كل سنة أكيد ما بننساهمش، اللي عندهم علامة مميزة داخل النادي الأهلي بتذكرنا بيهم، اللي كل سنة يكون حريص كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة على التواجد مع أسرهم وإحياء ذكراهم. لأن أنا بشوف يا جماعة، لسه كنت بتكلم في إن أنت ممكن تقدم للنادي الأهلي كلاعب، كإداري، كإعلامي، أيًا كان الموقع اللي أنت فيه تقدر تقدم للنادي الأهلي. بس هو السؤال، أنت إيه حجم التضحية اللي ممكن تقدمها للنادي الأهلي تقترب أو تقترن بما قدموا؟ ودي الصورة أكيد قدامنا، كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، كانت مشهد مهم جدا، وآدي النصب التذكاري الخاص بيهم، وكالعادة شهداء النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. هذه رسالة، لأن من يقدم للنادي الأهلي شيء لا ينسى، ما بالك بناس قدمت حياتها وفقدت حياتها وهي كانت بتحب وبتشجع النادي الأهلي. يمكن أنا يحضرني كمان إصرار كابتن محمود الخطيب وقت هذه الفاجعة على إنهاء رحلة علاجه والعودة قدامنا أعضاء مجلس الإدارة، والمشهد اللي كلكم بتشوفوه مشهد راقي، مشهد يليق بإحياء ذكرى حدث مهم جدا في النادي الأهلي، وإن كان مأساوي ولكن على قدر قيمة الحدث وتأثيره في التاريخ، وعلى قدر قيمة هؤلاء المشجعين بيأتي الحرص على إن هم لا ينسوا أبدا يا أسامة. تأكيد يا فارس، زي ما انت قلت، اللي بيقدم حاجة للنادي الأهلي لا ينسى، ما بالك بجماهير قدمت أرواحها في آخر اللقطات ليها، كانت بتقول ويوم بطل أشجع هكون ميت أكيد. طبعا طبيعي جدا أن النادي الأهلي لا ينسى جماهيره، ودي أحد يعني المقولات الشهيرة في أحد الخطابات للكابتن محمود الخطيب. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين، حتى يعني نجوم كرة اليد وكباتن كرة اليد، وده مشهد اعتدنا عليه كل واحد فبراير أو كل أول شهر فبراير من كل عام. طبعا أساطير كابتن سيد لاشين طبعا. وطبعا نجوم في كل الألعاب بيتواجدوا، كابتن عبد الله عبد السلام، كل الألعاب بيكون الكباتن موجودين، مع أيضا حتى ألعاب الصلاة سيدات. وده مشهد اعتدنا عليه، وده يمكن بيمسح بعض الحزن عن قلوب أمهات الشهداء الذين نحسبهم شهداء إن شاء الله عند الله، لأن ده نوع من أنواع إحنا فاكرينكم ومش هنقدر ننساكم ومش هننساكم. وبالتالي أنتم مش بس في قلوب أو في قلب النادي الأهلي في الجزيرة، أنتم في قلوب كل عشاق النادي الأهلي، فرحمة الله عليكم. ويا رب يا رب يعني ما تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى على الإطلاق، لا مع النادي الأهلي ولا مع أي نادي آخر، لأن الأمر كان حقيقي فعلا، أمر يعني فاجعة للرياضة المصرية، بل للرياضة الأفريقية، بل للرياضة العالمية بالفعل. لكن رحمة الله على 72 شهيد إن شاء الله نحسبهم عند الله. بالتأكيد فارس، يعني عندنا أخبار كتير تخص النادي الأهلي، خاصة وانت يعني في فترة انتقالات شتوية وفي اتجاه مختلف جوه النادي الأهلي. أكيد يا أسامة، عندنا أمور كتير جدا، الأحدث منها هو أن النادي الأهلي بيقدر يعمل حاجة يمكن جمهور النادي الأهلي بقاله كتير كان منتظر أن أنت تبدأ الخطوة دي، وهي فكرة أن أنت يكون عندك سكاوتينج تيم، تكون عندك منظومة بتبدأ تستقدم فيها لاعبين. احنا عمالين نتكلم على لاعبين في السنغال وعلى لاعبين في منتخبات مختلفة، كلهم بدأوا طبعا من أكاديميات أعتقد، وشفنا قبل كده يعني أكاديميات لفرق أوروبية موجودة في إفريقيا. يمكن أنا يا جماعة بشوف، عشان بس ما بين البعض مفرط في الثقة والأمل والبعض مفرط في الشكل التشاؤمي أو النظرة التشاؤمية،
انا بشوف ان انت ضميت اتنين لاعبين، بغض النظر انت جبت اتنين لاعبين صغار تحت السن هيتم طبعا قدهم الثنائي الغاني تحت السن، انا بشوف ان ما هو اكبر من فكرة الاتنين لاعبين ان انت بدأت. الناس هتيجي تقول اصل كان ينبغي ان انت تبدأ بالشكل الفلاني، والبعض هيقول لا ده تجربة ناجحة جدا. انا بشوف فكرة ان احنا ننتظر النتائج، ومش النتائج ان الاتنين لاعبين يعملوا ايه. انت عندك اندية اوروبية كبيرة جدا بتروح تجيب لاعبين كبار ولهم تاريخ ولهم ارقام وما بيوفقوش معاها. القصة مش كده، قصة ان انت تكون بدأت خطوة اتأخرت فيها كتير جدا، وهي ان انت تبص على المواهب الافريقية صغيرة السن، تبدأ تبص على الادد فاليو اللي انت ممكن تعمله للنادي الاهلي بارقام بسيطة جدا. انا بشوف ان اي تجارب في التاريخ خارج كرة القدم اصلا، اي افكار في التاريخ وصلت بعد كده وتبلورت واخذت شكلها واصبحت افكار قوية جدا، كلها بدأت بعضها بدأ بقصاصات ورق، بعدها بدأ بشوية كده علامات وكتابات ومسودات صغيرة في جانب صفحة، كلها بدأت ببعضها بتعثر وإخفاقات والشكل اللي ما كانش أفضل. المهم يا أسامة انتهت ليه؟ وعشان كده أنت بدأت خطوة بالظبط، هنستنى نشوف آليتها وهنستنى نشوف ثمارها وهنستنى نشوف إن أنت بتضيف كمان للخطوة دي. ربما ما تكونش هي أفضل آلية دلوقتي، ولكن المهم يا أسامة إن أنت بعد وقت تفضل للآلية الأفضل. بعض الناس تتعجل يا فارس وعاوز يحكم على التجربة من خلال ثنائي فقط لا غير. أنا بشوف لا، ده هيكون فيه تسرع. أنا شايف إن أنت زي ما قلنا معظم النار من مستصغر الشرر. أنت بدأت باتنين لعيبة، بدأت بمواليد صغيرة، بدأت بمبالغ مالية قليلة جدا مقارنة باللعيبة الأفارقة حتى اللي احنا بنروح نتعاقد معاها. اللاعب الأفريقي وهو عنده 16 سنة 17 سنة قادر إن هو خلال سنة سنتين يديك اضافه، وقادر ان هو يتصعد فريق اول. يمكن انا اتذكر تجربه احمد فيليكس كان جاي 17 سنه في منتصف التسعينات، واصبح احمد فيليكس من العلامات البارزه في محترفي النادي الاهلي. الخطوه دي يتبعها خطوات ان شاء الله. يعني يمكن الكابتن هاني رمزي كان يتكلم بوضوح عن فكره سفره ومشاهدته للمباراه مع منتخبات ناشئين واكاديميات، وتم الاستقرار على اختبار 5 لاعبين مع النادي الاهلي. وانا بثق جدا في كابتن بدر رجب في قطاع الناشئين، وعينيه الحقيقه، لان عين كابتن رجب واضحه بالنسبه لنا في لاعبين حاليا ان ما كانوش في النادي الاهلي فهم موجودين في الدوريات او في الدوري المصري بكثافه. يعني هو كهربا وندفيد وتريزيجيه، المسميات دي كلها كانت مسميات كابتن بدر رجب. فان شاء الله يكون ثنائي يقدر يقدم اضافه تقدر تستثمر فيهم، مش بالضرورة ان هم يقدموا اضافة للفريق الاول، لا، وارد جدا ان انت تقدر من خلال مشاركاتهم مع قطاع الناشئين وبعض المباريات الودية مع الفريق الاول يتم تسويقهم بمبالغ اعلى، وده يديك مساحة اكبر ان انت تختار شريحة اكبر من اللاعبين وتبدأ تغطي مساحات انت كنت بعيد عنها تماما، وهي القارة الافريقية في مرحلة الصغر ومراحل الناشئين. وده الاهم، المكسب النهارده من تسجيل ثنائي غاني هو ان انت بدات، ان انت كنادي اهلي حطيت رجلك خلاص، ان انت عندك تيم سكاونتنج. اكيد اكيد البدايات مش هتكون هي الاكثر نجاحا، ولكن ربما يعني تلاقي بدايه من هذه البدايات يعني يجر التجربه لمكانه ويختصر خطوات وسنوات كثيره جدا، وده اللي بنأمله ان شاء الله في النادي الاهلي. فاذا كان البعض شايف ان هناك بعض السلبيات فانا بقول له لا، بص وركز على الايجابيات، واهم ايجابيه ان انت بدات خطوه مهمه جدا 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 في قاره افريقيا. ده حقيقه اسامه، ويمكن عشان الفيجن وعشان الرؤيه وعشان ان انت تبدا خطوه كان مهم جدا برضو بالنسبه لي خبر التوقيع مع مدافع النادي الاهلي مواليد 2006 احمد عبدين، عقد لمده 5 سنوات. طبعا كابتن وليد سليمان كان حاضر، رئيس قطاع الناشئين والمشرف والمدير الفني لقطاع الناشئين كابتن بدر رجب. هنا ليه بتكلم في ده يا جماعه؟ احمد عبدين من الناشئين اللي احنا اتكلمنا عنهم يا اسامه الحلقه اللي فاتت، ان هم سافروا انضموا لمعسكر الامارات مع كولر. طيب كولر من الناس اللي شاف هذا المدافع جيد، مدافع عنده امكانيات يتميز بالطول يا اسامه، يتميز جسمانيا يقدر يديك، والولد لا الولد كويس. ده انعكس على ايه؟
لا، عقد الولد ده مدته قد ايه؟ الولد ده 5 سنين يبقى في تعاقد، تقدر تديله كمان ثقه ان انت بتعمل له عقد لمده 5 سنين، اكيد نكون صراحه بقيمه ماليه افضل، باحساس للاعب ان انت صعدت لتدريبات الفريق الاول، المدير الفني للفريق الاول قال ولد مبشر يقدر يكون مستقبلا لدور. ده مهم جدا، وده مهم جدا يا اسامه في فكره ان انا بشوف ان قطاع الناشئين يا جماعه مش بقصه البطولات، وانا دايما بقول الراي ده مع احترامي، يمكن جمهورنا بيتكلم دايما اكتر بان قطاع الناشئين حقق بطوله مواليد كذا، انا بصراحه ده ما بيعنينيش قوي يعني. انا بالنسبه لي قطاع الناشئين في فكره حلقه قدرته الوصل على امداد ما بينه الفريق الاول. بالظبط يا اسامه، كمان حلقه الوصل بينه وبين الفريق الاول، يا فرحتي كل سنه تاخد بطولات الجمهوريه وكله كله ماشي برافو. طب في عندك حد بتدرب مع الفريق الاول؟ لا. طلعت كوكا؟ لا. طلعت مدافع لو انت محتاج مدافع؟ لا. طلعت باك شمال؟ لا. طب يبقى انا بالنسبه لي طلعت حارس مرمى؟ لا. انت دلوقتي اكيد هنتكلم في الموضوع ده، عندك 3 حراس هم بتوعك، هم قطاع الناشئين بتاعك. طب لو انا جيت دلوقتي والله يا جماعه قطاع الناشئين المدير الفني بيقول لك ما فيش حد ينفع يتدرب مع الفريق الاول من الحراس دي، يبقى انا في النهايه مش الهدف بتاعي يا جماعه. انت ما تعرفش ريال مدريد يا اسامه على مستوى قطاعات الناشئين السنه دي حقق كام بطوله؟ هي مش دي القصه. بالظبط، وده المهم جدا والاهم كمان من وجهه نظري في تعاقد النادي الاهلي مع اللاعب لمده 5 سنوات، هو انه بيدي برضه بادره امل لنفس الاعمار السنيه اللي موجوده في النادي الاهلي، ان انت تقدر تثبت نفسك بانك تتصعد فريق اول، ان انت تلفت نظر المدير الفني، فالنادي الاهلي هتلاقيه على طول التقدير المناسب، وهتلاقي النادي الاهلي حريص على انك تكون مرتبط بعقد لمده لا تقل عن 5 سنوات. فدي برضو انا بشوفها انها دعوه لتشجيع لاعبي النادي الاهلي في قطاع الناشئين، ان الفرصه قدامك، مستقبلك قدامك، انت فقط لا غير اجتهد اجتهد، تقدر تكون زي احمد عابدين، تقدر يتم التوقيع معاك وتقدر تكون اضافه للفريق الاول، وهذا الحقيقه ما نامله، لان ايضا بجوار فكره ان انت تبدا تبحث داخل الادغال الافريقيه عن لاعبين صغار السن، محتاج ايضا تبحث داخل القرى والحواري المصرية، لأن الحقيقة أنت بتلعب كرة قدم، الناس عشان بس نقولها بمنتهى الوضوح، هي كانت لعبة شارع منذ أن أصبحت لعبة أكاديميات، فبقت المواهب تقل مع كامل احترامي وتقديري لكل الأكاديميات، لكن أنت لو نزلت القرى والنجوع هتقدر تلاقي مواهب مهمة جدا، وأتمنى أن ده يحدث. النادي الأهلي يمكن عنده بعض الأكاديميات في بعض المحافظات، نتمنى الاهتمام أكثر من أجل الدعم لقطاعات الناشئين في النادي الأهلي بمواهب فعلا تقدر تقدم مستقبل مع النادي الأهلي، وتقدر تتصعد للفريق الأول مع النادي الأهلي ونشوف. والحقيقة النادي الأهلي من يمكن أكثر الفرق إذا ما قرن ببعض الفرق اللي بتحقق بطولات، هو أكثر الفرق اعتمادا على أبنائه. انت لو بصيت لتشكيل النادي الاهلي، لو بصيت لتشكيل حتى منتخب مصر، هتلاقي من ابناء النادي الاهلي 70-80%، وبالتالي ده شيء بيقول ان انت عندك قاعده مهمه جدا، ولكن محتاجين نشتغل عليها اكتر. فطبعا مبروك لاحمد عابدين التعاقد مع النادي الاهلي، وفرصه لباقي اللاعبين الشباب اللي تم قيدهم طبعا في القائمه الافريقيه، ودي ايضا دعوه ان انت تشتغل على نفسك وتبقى فاهم ان القصه قريبه، مستواك يقدر يؤهلك ان انت تلعب فريق اول، القصه مش مرتبطه بسن، احمد كوكا بيلعب وهو صغير جدا في السن، والراجل ما شاء الله عمل له 11-12 بطوله، ويمكن نماذج كتير قبل كوكا يعني مش عايزين نذكر امثله كانت متواجده وهي في ثانويه عامه بتحقق بطولات دوري مع النادي الاهلي في ظل انديه اخرى، ربما بعض اللعيبه تدخل وتخرج وتلعب سنوات مع الانديه الاخرى ولا تحقق بطوله واحده، فده شيء مهم جدا نتكلم فيه. لكن مران النادي الاهلي النهارده يا فارس، بما اننا بنتكلم عن كوكا، كان في تاهيل لاحمد عبد القادر اللي مصاب بقاله فتره، وبدا البعض يشتغل على فكره اصابه احمد عبد القادر، على ان في خلاف ما بين احمد عبد القادر وما بين مارسيل كولر. كوكا النهارده واحمد عبد القادر بيجروا يعني تدريبات تاهيليه على هامش مران الفريق. اكيد، وكان كمان غير التدريبات التاهيليه عندك حاله المصابين، وانا بصراحه يعني بستغرب جدا من حظ النادي الاهلي في حته الاصابات دي. انا بشوف لاعب زي رضا سليم لعيب مهم جدا فقدته الوقت طويل، احنا سعداء بعودته. بشوف اسامه ابو علي يا اسامه
أسامة أبو علي مع بداية انضمامه يعني بيحصل إصابة، لسه موقفه الرسمي من شد في عضلة الخلفية، موقفه الرسمي للتحق بمباراة مولودية الجزائر لسه برضو فيها كلام. فأنت بتحس إن البداية كنت تتمنى إن اللاعب خصوصا في المباريات الودية لا بيقول، يعني حقيقة. انا بحب ان فكره اللعب هوب جاء ماتشات وديه ماشيه معاه كويس، لقيته في الماتش بتاع الجزائر نزل عمل بصمه، فتدور عنده بقى على شويه على ركلات جزاء تدور يعني. بقى شويه، انما بتيجي تلاقي خبر زي ده اعتقد يعني برضو هو سوء حظ اكيد، ولكن نتمنى يعني اسامه ان هو يكون مشارك مع النادي الاهلي في اقرب وقت ان شاء الله. لكن على المقابل يعني واحنا بنتكلم عن اصابه وسام بو علي اللي هي شد في الخلفيه تبعا لما اعلنه الدكتور احمد جاب الله، رضا سليم وعوده رضا سليم واول توقف يخدم على اصابه لاعب في النادي الاهلي، يمكن خدمت مع حمدي فتحي قبل مباراه القاضيه ممكن توقف كورونا، رضا سليم والتوقف الافريقي يعني عادوا الى التدريبات الجماعيه النهارده، شارك بصوره تدريجيه. وانا مش مستعجل على رضا سليم لان القصه دي صعبه جدا لان كان اكتر من كسر، فنتمنى ان شاء الله عودته بالتدريج. ورضا سليم احنا افتقدناه بشكل واضح جدا في توقيت كنا في اشد الاحتياج اليه، وتحديدا انا بشوف اننا افتقدنا رضا سليم في مونديال الانديه، كان يقدر يقدم مستوى متميز ومختلف جدا خاصة مع السرعات اللي بيتميز بيها وقدرته على نقل الفريق من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. فبالتأكيد رضا سليم إضافة قوية لفريق النادي الأهلي في النصف الثاني من الموسم إذا اعتبرناه النصف الثاني من الموسم، طبعا مع حسين الشحات مع بيرسي تاو مع كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وباقي اللاعبين في مركز الجناح. تفتكر يا فارس ممكن كهربا يشغل مركز الجناح ولا خلاص كهربا رأس حربة والموضوع منتهي، يبقى التنافس ما بين وسام بو علي ومودست وكهربا في مركز رأس الحربة؟ لا أنا أعتقد إن كهربا صعب يرجع للجناح، خصوصا بقى مع عودة رضا سليم وحسين الشحات، وأنت عندك الحتة دي ممتلئة شوية، وكهربا لسه رجله في الملعب وحظوظه في المنافسة موجودة. أنا لو هتسألني حاليا هو مازال رقم واحد، أنا متفق. مودست ما خدش مباريات لسه كتير، وسام أبو علي لسه داخل على الفريق، كهربا الدنيا الأمور ماشية معاه كويس، فهو يظل بالنسبة لي لو هتسألني بقول لك هو حاليا رقم واحد في مركز المهاجم في النادي الأهلي. أنت مش عايز تلحق تاخد التوقعات قبل ما الماتش ده يخلص؟ لا لا أنا عايز أقول لك ألف سلامة الأول، أنت عندك يعني كنت طالع من دور برد وعلى غرار دور البرد ده، معلول النهارده أدى جلسة في الجيم بسبب نزلة برد أيضا، عودة علي معلول بعد خروج المنتخب التونسي، سلامات يا علول وإن شاء الله يعني تلحق بالفريق في أسرع وقت ممكن. عايزين ناخد الماتش ده معانا في التوقع، عايزين نطلع فاصل قبل ركلات الجزاء نلحق ناخد الماتش ده معانا، ما تضيعش وقت. عايزين انت عشان حطه في التوقعات انت عايز ونطلع عايز تعوض يعني، حطه في التوقعات ونطلع فاصل ناخد بقيه التوقعات. انت عندك طب الماتش خلينا ده؟ نعرض نستعرض النتائج طب الاول، يلا عشان نكون خلصنا من القصه بتاعت التوقعات ونرجع للتوقعات عشان المنتخل. انا قلت لك بلاش افتكر ده يا عم، انت في كاس العالم كاس عالم بقى ماشي. انا راجل افريقي ماشي. انا راجل بتاع امم افريقيا لسه لا لا استعرضوا لنا يا جماعه نتائج التوقعات، يمكن كان 16 فريق وبنتكلم عن دور المجموعات، فكل شخص مننا كده توقع 16 فريق، اتفقنا ان هنشوف عدد الفرق اللي هتصعد او المنتخبات من ال 16 فريق، وزي طبعا ما حضراتكم شايفين النجوميه والتالق والانتصار واللي هيدفع العشاء للفريق العمل كله بتيم الاخراج طبعا عشان برجاوي. ايه يا عم تجيب ايه؟ مش عايز تعشي برجاوي؟ بمدينه الانتاج الاعلامي مش عايز تعشي برجاوي؟ التوقعات على الشاشه توقعنا، انت شايف تساوينا في قصه اننا 12 فريق او منتخب صعدوا من كل ال 16 عنده 12 نقطه تمام. وبالنسبه للمراكز ودي بقى التميز والابداع والفوز والانتصار. المراكز اللي كانت كلها بالحظ اقسم بالله. فانا حصلت على 7 نقاط مقابل فارس اللي طبعا يعني هي النقطه دي عايز اقول منافسه شرسه الحقيقه، منافسه شرسه الحقيقه وارتفاع في المستوى عن ذي قبل يعني هو اللي انت خسرت فيه اللي هو ذي قبل اللي انا خسران فيه مش فاكر، فهو 6 فطبعا يعني خلاص 18 ل 19 19 ل 18 انت بتذكر الصغير الاول يعني ايوه ماشي ما انا بقول على نفسي تمام. عندك دلوقتي
لسه نقط هتدخل معانا، مباراه كوت ديفوار ومالي اللي شغال. انا شايف ان ده ما فيهوش، ده انفير، لان المباراه شغاله. لا ده اصل المباراه شغاله وبنلعب في الاكسترا تايم. طيب ايه المشكله؟ فنستبعد كوت ديفوار ومالي. نستبعد دي نقطه، هي فرقه ايه دي؟ هتروح لركلات جزاء وبختك يا ابو بخيت. طب اتفضل تختار كوت ديفوار ولا مالي؟ كوت ديفوار. كوت ديفوار؟ اه انا بميل ايضا ل 107. ماشي، انا بميل لرأي فارس وبروح معاه لكوت ديفوار. هنقلد اهو. ماشي، كوت ديفوار. عندك مباراه كاف فيردي وجنوب افريقيا بالليل اللي هي الساعه 10. كاف فيردي وجنوب افريقيا. مين انت؟ لا انا لسه قايل بقى، انت قول، انت هتمشي ورايا في كل حاجه، عشان لو بقى كلهم هم يبقى انت ضمان. انت اللي معاك انترو الحلقه. لا انا فاهم النظريه دي. انت لو مشيت كله يبقى انت كده كده ضامن تكسب. انا كنت اعمل كده. انا ما العبش اللعبه دي. اختار. هخلف معاك في واحده حتى لو ريسك. هروح لكاب فيردي. هتروح لكاب فيردي وانا بقول لك جنوب افريقيا. يبقى انا بقول جنوب افريقيا. لا خلاص مفيش بقى الكلام ده، انت قلت كاب فيردي على الهوا. خد بالك انت متسجل لك كاب فيردي. يا باشا دي مناوره غمري، فهمني. يبقى انت كاب فيردي وجنوب افريقيا. ماشي يا عم، مع ان انا بميل لا 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 لا، انا بميل لجنوب افريقيا. خد انت كاب فيردي. لا 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 لا، ما ينفعش. لما كده خلاص انا كده كده باقي ماتشات ايه؟ طيب كده هبوظ كله. كده ماتشات ايه؟ انت كاب فيردي جنوب افريقيا. انا جنوب افريقيا. ما ازاي انت كده غيرت؟ ده انا كنت بحرجك على الهواء قدام فريق الاعداد عشان انت قلت كاب فيردي في ال. ماشي، يبقى جنوب افريقيا وجنوب افريقيا وكوت ديفوار وكوت ديفوار. عندنا الكونغو هتواجه الفايز من مالي وكوت ديفوار. دي لسه الفايز من مالي وكوت ديفوار. احنا الاثنين قلنا كوت ديفوار، هنقول كوت ديفوار والكونغو مين يكسب؟ كوت ديفوار طبعا. كوت ديفوار والكونغو، كوت ديفوار وانا كوت ديفوار. نيجيريا وجنوب افريقيا مين يكسب؟ نيجيريا. نيجيريا النهائي، نيجيريا وكوت ديفوار مين يكسب؟ انا قلت كده، انا ثلاث ماتشات انا بادئ الاول. ماشي. اتفضل النهائي بقى. نيجيريا وكوت ديفوار، انا بقول نيجيريا. تمام. ايوه ايه؟ بقول زيك نيجيريا. لا ما انت كده، ده كده مش فيه. ده انا ثلاث ماتشات انا اللي بادئ الاول. طب ما انت كده متوقع كلها نفس التوقعات. انا انت يعني انت... يعني يعني لحظه بس. بص انا هاخد الريسك قدام الجمهور. انت ثلاث ماتشات هاخد الريسك. خلاص انا موافق. ثلاث ماتشات انا اللي بدات الاول، وعشان عندي ثقه بنفسي كبيره جدا ما تراجعتش. ده انت تراجعت في جنوب افريقيا قدام الناس كلها. مش فاكرها. ده فار. مش فاكرها. طيب انا هشقلب وهاخد ريسك في كاب فيردي، مع ان دي ما كانتش اختياراتي، بس عشان انت قلت خلاص بعد ما انا اخترت جنوب افريقيا. فانا يا سيدي بقول لك كاب فيردي، طالما انت رجعت في اختيار كاب فيردي. انا يعني انت كده متفق معايا ان نيجيريا البطل صح؟ اه انت اللي متفق معايا. تمام، اخترت كاب فيردي على حساب جنوب افريقيا. تمام تمام تمام. ماشي. نقطه مهمه جدا عشان بس نبقى فاهمين، في حاله ان انت تتعادل معايا انت اللي تعشل الفريق. هو ايه ده يا عم؟ يا عم مش غيري. يا عم اطلع 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 فاصل ونشوفها مع مخرج هو اللي هو شكلنا. انت طيرت المخرج، انا قلت لك المخرج معانا فالمخرج صوته معايا. طبعا دي طبعا كانت التوقعات اللي فاتت خسر فيها كالعاده، ف واخد بالك كالعاده دي؟ لا انا خلاص، انا واثق ان انا هكسب بموضوع كامل. تكسب ايه؟ انت اخرك تتعادل معايا. طب ليه؟ عشان النقطة والنقطة؟ طبعا. طب وحالة التعادل انا هخلع بقى، هجيب بقى ارجع لموضوع جنوب افريقيا وكاب فيردي، اقول بص عمل ايه؟ اقول له رضا يحضرها ومش عارف ايه؟ طب تمام. يعني خلونا عندنا طبعا يعني احداث مهمة جدا، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم طبعا بعد الفاصل، والاهلي خط احمر، واسامه كان بيحاول يغير توقعاته وقلت له خلاص انا يعني ايه. في فار في فار في الفاصل. راضي باللي احنا قلناه. طبعا بعيدا بقى عن كاس الامم والمفاجات اللي بتاتي بيها، الصراحه في مفاجات كتيره بقى بره الملعب، وهو ما يحدث مع منتخبنا الوطني. عارف كده يا جماعه، انا بحس ان حد بيضحك علينا، حد بيحاول ياخدنا لحتة تانية خالص مش هي اللي مفترض نكون فيها. طبعا الاتحاد المصري لكرة القدم يعني تكرم وتعطف على جموع مشجعي كرة القدم في مصر، وتقدم بالاعتذار للجماهير المصرية على ما قدمه المنتخب الوطني من نتائج خلال مشاركات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، وعدم تحقيق طموح الجماهير،
وطبعا تقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخب الوطني من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية. وإذ يؤكد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على أنه جزء من نسيج الشعب المصري، وقال أن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد اللي هو 4/2 النهاردة بكرة طبعا لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرار المناسب، ولن يدخر الاتحاد جهد أو فكر الاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات. ده الاعتذار. لا، أنا قبل الاعتذار عايز أقف عند فقرة الفقرة الثانية. الفقرة الثانية، عارف أنت أنا يعني عايشة فل. أول حاجة جت في دماغي وأنا بقراها اللي هو فكرة أنا بتحدث وبشكر وزير الشباب والرياضة ليه؟ مش بس الدعم، لا ده من خلال التشاور منذ أن أتى المجلس. يعني يا جماعة إحنا مع وزير الشباب والرياضة رايحين لسكة التشاور دي، يا كلنا في الهوا سوا يا كلنا زي الفل. يعني بصراحة ملعوبة بذكاء. بص، ودي الحاجة الوحيدة اللي اتلعبت بذكاء في البيان. عشان أكون صريح، هذا ليس حقيقة. ليه بقى؟ لأن كان في وقت من الأوقات معلن للجميع رؤية وزارة الشباب والرياضة بالإبقاء وضرورة الإبقاء على كارلوس كيروش. واتحاد الكرة دخل فيه في مشاكل إدارية، ودخل معاه في مشاكل تخص المستحقات، ودخل معاه في أكتر من مشكلة أتت بكابتن إيهاب جلال بعد كده. ولكن أنا شايف الجيم مش مترتب صح. وللأمانة اتحاد الكرة شايل شيلة مش مفترض يكون ترتيبتها بالشكل ده او توزيع النسب فيها بالشكل ده. كان مفترض اول واحد يطلع يعتذر ويتحمل مسؤولياته ويرفع الحرج عن اتحاد الكره ويقول انا راجل كنت مسؤول وراجل كنت متولي الملف ده، كابتن حازم امام. ولكن كابتن حازم امام كعادته اخد جنب، وبعلنا خبر في النص بتاع اصل كابتن حازم هو العضو اللي عايز يستقيل وما يكملش. لا حضرتك، انا ما بشتريش الشروه دي. تيجي تبيع لي انا كمحمد فارس او احنا هنا في خط احمر البيعه بتاعت كابتن حازم امام كان عايز يستقيل ونفسيته متضايقه من اللي بيحصل وشايف ان هو يبتعد شويه، انا ما بشتريش الشروه دي. ممكن ناس تشتريها، انا ما بشتريهاش. لان اصلا مفترض اول واحد كان يطلع يعتذر ويطلع يقول أنا مسؤول عما يحدث، ويطلع يقول أنا اللي بلغة كابتن أحمد حسام ميدو ركبت الشغلانة، وأنا اللي كان عندي موقف أيام إيهاب جلال، فأنا اللي دلوقتي مسؤول لأن أنا المشرف على المنتخب. أنا بعتذر وبقول إن زمايلي يا جماعة ما كانش في فيتوريا اختيارهم. أنا يا جماعة إداريا كنت مسؤول عن كل ما مر به المنتخب لأن أنا المشرف على المنتخب. هل ده حصل من كابتن حازم إمام؟ الإجابة لا. بل بالعكس، ساب الصورة تطلع بالشكل ده. وكعادة كابتن حازم إمام اللي أنا قلت، هي دي النقطة، من يراجع تاريخ كابتن حازم إمام الإداري يا أسامة هو ده كابتن حازم إمام إداريا على مر التاريخ. تعال نراجع، لأن هي النقطة دي اللي احنا متفقين عليها يا جماعة، هي فكرة العادة. عادة كابتن حازم إمام سواء على المستوى الإداري أو حتى على المستوى الشخصي. يعني إيه؟ كابتن حازم إمام كان أحد العناصر اللي كانت مسؤولة عن منتخب 2019، وانا تحديدا عايز اذكر منتخب 2019 لان ما اشبه الليله بالبارحه. ازمه في غرفه ملابس المنتخب بسبب لاعب في 2019، ازمه في غرفه ملابس المنتخب بسبب كابتن المنتخب في 2024. وفي الازمتين لم يكن هناك تحكم اداري بمعنى الكلمه يؤهلك ان انت تحقق نجاحات بالمنتخب المصري. اوعى تفكر ان ازمتنا مع المنتخب المصري في 2024 ان ما عندناش كواليتي لاعبين زي ما البعض هيحاول يسوق لك. لا، احنا ما عندناش كواليتي اداري كان يقدر مع اللاعبين دول يحقق اسهل بطوله من وجهه نظري في امم افريقيا للمنتخب ده. اللي حصل ان كابتن حازم امام لما كان مسؤول مع احمد حسام ميدو في نادي الزمالك حصل صدام واضح ما بين الجهاز الفني كابتن احمد حسام ميدو وحازم امام مع رئيس نادي الزمالك الاسبق. والكابتن احمد حسام ميدو شفناه قادر ان هو يواجه
انا طالع عملت لقاء حتى مع عمرو اديب وقتها، وقادر ان انا اواجه واتكلم عن رئيس نادي الزمالك. الديبيت يروح ما بين رئيس نادي الزمالك واحمد حسام ميدو. رئيس نادي الزمالك وقتها اتكلم تحديدا عن كابتن حازم امام وعن اسطوره كره القدم في نادي الزمالك كابتن حماده امام، والكابتن حازم امام ما اتكلمش، ما واجهش. ده على مستوى النادي. على مستوى المنتخبات مش هتلاقي مشكله او ازمه طلع الكابتن حازم امام يقول لك انا مسؤول، لكن هتلاقي كابتن حازم امام ينسحب من المشهد لو المشهد مش عاجبه. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تختار ايهاب جلال، لا انا مع المدير الفني الاجنبي. طب في تصويت، انا مش مؤمن بالتصويت. طب هتعمل ايه؟ انا منسحب يا جماعه. المسؤوليه هنا بتقول ايه؟ لما انت وقت مكان قرار اتحاد كرة القدم مخالف لقرارك، انت قررت الانسحاب. المفترض لما يكون قرار تعيين روي فيتوريا اللي انت خدت عليه كريدت جماهيري كبير جدا وقتها لما هو متعلق بدعم من جماهير نادي الزمالك على وسائل التواصل الاجتماعي، المفترض ان انت كنت اول واحد تطلع تقدم اعتذار للشعب المصري، لكن كالعادة مفيش مواجهة لكابتن حازم امام مع مسؤولياته. الاهم من كل ده ان كابتن حازم امام قرر الصمت وصدر فكره انا بقدم استقاله. فين الاستقاله؟ فين صوره الاستقاله؟ كابتن حازم امام لو دلوقتي حب يطلع في اي برنامج، اي برنامج، تعالى اتفضل، هيتم الاستضافه. لو انت عايز تستقيل هتطلع تقول انا مستقيل. عندك على اي بلاتفورم اكونتات شخصيه لكابتن حازم امام، لو انت عايز تستقيل هتقول انا بستقيل. لكن فكره الترويج، اصل كابتن حازم امام عاوز يقدم، هو بالنيه انا عاوز اقدم استقالتي، كلام يا جماعه بالنسبه لنا غير مقبول، وزي ما قال فارس ما بنشتريهوش. وقناعاتنا الشخصيه ان هو مش الحقيقه، لان كان سهل جدا لو انت عايز تقدم استقالتك ان الكلام ده يتم في العلن، وتقدر انت، ما حدش ماسكك ولا حد قادر يمنعك عن اي قناه، ولا حد يقدر يمنعك ان انت تطلع من خلال اكونت شخصي ليك تكتب ان انا مستقيل. دي نظريه اداريه اسمها امتصاص الصدمات. اللي بيعمله كابتن حازم امام هو نظريه اداريه اسمها امتصاص الصدمة. كابتن حازم إمام زي ما انت خدت المبادرة وقلت انا ضد إيهاب جلال، انا مع كذا، انا بتولى الملف، وجبت مدير فني اخفق، كان لازم في الوقت ده تتكلم. لان يا كابتن حازم موضوع تعاقد روي فيتوريا من اوله لاخره كان معاك. احنا بنشوف بيسيرو المدرب البرتغالي اللي السي في بتاعه اكبر من روي فيتوريا، بيسيرو اللي درب أندية في البرتغال أكبر من مسيرة روي فيتوريا مع الأندية، بيدرب في المنتخب النيجيري بسبعين ألف يورو. روي فيتوريا، كابتن حازم إمام اللي أشيد بالتعاقد اللي عمله، ووقتها كان الاعتقاد أن الرقم بعيد تماما عن الرقم اللي حصل، 200 ألف يورو أو دولار بدون الضرائب. لا، ده هنا في حاجة غير طبيعية. تعالى كمان، ما هو معلش، ما هنا يا اما الناس في نيجيريا يعني بشطاره غير طبيعيه، لان بيسيرو اللي عنده خبرات حتى مع المنتخبات ودرب منتخب السعوديه. روي فيتوريا ما عندوش اي خبره مع المنتخبات، فان انا اجيبه ب 200 الف يورو وده ب 70 الف يورو، ده فيها مليون علامه استفهام. تعالى حاجه تانية بقى، هتقول لي اصل وروي فيتوريا وكان بيدرب النصر بكذا. هروح لك لحاجه اداريه، هي صميم رؤيه اللي بيدير. ما هو انت مش توليت المسؤوليه، يبقى لازم تتحاسب. تتحاسب على ان ما كانش فيه فيجن. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اعمل تعاقد مع روي فيتوريا، عندي كاس الامم الافريقيه 2023 في كوت ديفوار، عندي كاس الامم 2025 في المغرب، طبيعي ان العقد يكون فيه مرونه. ان ما اقولش اصل انا بلعب على التاول لكاس العالم اللي هو بنسبه كبيره جدا محسوم بعد زياده عدد المنتخبات الافريقيه، فمش ده التارجت. انا التارجت بتاعي ان انا اظهر بشكل كويس في كاس العالم، مش ان انا اوصل كاس العالم. فالتحضير بتاعي كله قبل ما اوصل لكاس العالم شكلي عامل ازاي، اقيسه على ايه؟ اقيسه على امم افريقيا 2023 و2025، بان انا ادي نفسي. زي مثلا لو الراجل ده خرج من الجروب ستيج، خلاص هنا مرحلة المجموعات يحق ليا ان انا كاتحاد اناقش فسخ العقد معاه من اي طرف. لو الراجل ده خرج مثلا من نوك اوت دور ال 16 او دور الثمانية،
تقدر تفسخ العقد بشروط يا أسامة مثلا تتعلق بشهر شهرين. لو أنا الراجل ده حقق معايا كذا هو مكمل ويبقى الشرط الجزائي سيء باقي مثلا كامل العقد. إنما إن أنا سايب الدنيا كده، إيه ده؟ أي عقل، أي عقل صاغ هذه العقود؟ وده من دور المشرف على المنتخب اللي جاب الراجل وقال انا هتعاقد معاه. ليه دوره؟ لان القصه مش شؤون قانونيه تقعد تراجع، القصه الفيجن والرؤيه بتاعتي كشخص جبت رؤيه فيتوريا عامله ازاي؟ العقد نفسه يقول لك ان مفيش رؤيه. العقد نفسه يقول لك يا اسامه ان مفيش رؤيه، عشان الناس ما بتتكلمش في حته العقد ده في حته كابتن حازم امام. بتقول لك اختيار فني كابتن حازم امام، بس التعاقد ده اتحاد الكوره. لا، هنا في جزء برضه يتعلق بان مفترض رؤيتك تترجم في العقد. لا ده خد بالك، ده وصلوا لما هو ابعد. وصلوا لايه؟ قال لك حازم امام لما اختار روي فيتوريا الجميع اشاد. ليه يا جماعه لما روي فيتوريا يخفق نروح كلنا ننتقد كابتن حازم امام؟ هي دي النقطه بقى اللي احنا بنتكلم فيها. وانا المفترض دوري انا كاعلامي مصري ايه؟ اعمله مع مدير المنتخب الوطني، اطلع اقول الاختيار غير موفق ولا اطلع ادعم لغايه لما اشوف التجربه. ما هي المسؤوليه عباره عن ايه؟ انا راجل مسؤول بتخذ قرار، انا بعمل ايه؟ انا بساندك بس في النهايه بحاسبك. الف ب. طب انا بحاسب كابتن حازم امام على اختيار روي فيتوريا فقط لا غير؟ لا، وارد جدا يكون اختيار روي فيتوريا كان ممكن يكون موفق، لكن انا لما جيت عملت عقد مع روي فيتوريا أنا المفترض أحط في اعتباراتي نقطة، يعني يمكن فارس قال تخرج من دور المجموعات، تخرج من النوك أوت، لا ده أنا عندي المنتخب ده وأنا بتعاقد مع روي فيتوريا واصل نهائي أمم أفريقيا الأخيرة، وواصل المرحلة الأخيرة في الصعود لكأس العالم، وخرج بركلات ترجيح وركلات ترجيح. يعني أنت متعادل مع السنغال، متعادل مع السنغال، ركلة ترجيح تدخل تاخد البطولة، ركلة ترجيح تدخل توصل كاس عالم. اذا انا لما اجي بقى اتعاقد مع مدير فني تاني اقول له خد بالك ده انا اصلا مشيت مدير فني عشان ما صعدش بيا كاس عالم وما خدش بيا امم افريقيا، ده وصل نهائي. فانت عندك القدرة انك تيجي تتولى المدير الفني لمنتخب مصر تصل الى هذه الدرجة، يعني اقل حاجة تعملها لي تصل الى المربع الذهبي في امم افريقيا، ولا ما عندكش وتبدا تتفاوض؟ اكيد المدير الفني وقتها اما حاجه من الاثنين، يا يتحمل مسؤوليه ان هو يصل المربع الذهبي، انا مش بقول لك ياخد البطوله، انا بقول لك يصل المربع الذهبي، يا اما يقول لك انا ما اقدرش اغامر، فخلاص اشوف مدير فني عنده القدره ان هو ياخد المغامره دي، عنده القدره ان هو ياخد الريسك ده. طب تعالى انت هتاخد الريسك ده، ماذا سيحدث اذا لقينا المنتخب المصري بيودع ولم يصل الى نصف النهائي؟ يبقى من حق انا كاتحاد افسخ العقد من طرف واحد دون اي التزامات على الاتحاد المصري لكره القدم، خاصه واحنا بنتكلم ان انا جايبك في تعاقد ب 200 الف يورو. شفنا منتخبات ومنتخب انجولا والمدير الفني لمنتخب انجولا بياخد قد ايه، ومبالغ قليله جدا جدا جدا، ويمكن انت الاعلى موجود مع المنتخبات الأفريقية. هو ده اللي احنا نلوم فيه، هو ده اللي احنا نتكلم فيه. يعني القصة مش قصة اننا مستنيين المنتخب يقع عشان نقول كابتن حازم امام اخطأ، لا، احنا عارفين بنتكلم وبنقول ايه، وبنتكلم في مواجهة ما بيعملهاش كابتن حازم امام، مسؤولية امام الجماهير ما بيطلعش كابتن حازم امام ويتكلم ويتحمل مسؤولياته ويروج لفكرة ان انا عايز استقيل. لا، القصة مش محتاجة ترويج، لو عايز تستقيل قدم استقالتك عادي جدا جدا، وتقدر تعلن من اي موقع ومن اي قناة ومن اي اكاونت شخص ليك. النقطة الثانية والاهم البنود اللي توافق عليها دي، وهي دي النقطة اللي بقى بيتحمل فيها ايضا الاتحاد المصري لكرة القدم المسؤوليات مع كابتن حازم امام. انت فوضت كابتن حازم امام، بس انت في اسماء اداريه كبيره موجوده في المنتخب ده، انا فوضتك تختار فني، فتعالى انت اخترت روي فيتوريا وشايف ان مؤهلاته الفنيه يستطيع ان يقود المنتخب المصري لتحقيق احلام جماهير كره القدم المصريه. تعالى بقى للبنود، احنا متارجتين ايه من روي فيتوريا؟ يعني انا ازاي اتفهم ان انا عندي بطولتين امم افريقيا ومتعاقد مع المدير الفني 4 سنين ل 2026 ومش حاطط في حساباتي الراجل ده احنا مترجتين ايه مع امم افريقيا؟ الراجل ده حاسبه ازاي في امم افريقيا؟ هنا بقى كان دور اتحاد، كان دور رئاسه الاتحاد بكل اعضاء الاتحاد، انت تفويض فني، تعالى بقى نحط العقد ده
ونشوف احنا عايزين ايه. لكن القصه ان هم عملوا حساب لزعل كابتن حازم امام اللي اطاح بإيهاب جلال لانه كان معترض وقال مش هحضر جلسات. فتعال نراضي كابتن حازم امام على حساب مين؟ على حسابنا احنا. ده حقيقي. على حساب الشعب المصري، على حساب المنتخب المصري، فتمت الترضيه، وبالتالي انت تتحمله المسؤوليه. تتحمله مسؤوليه كامله الحقيقه، لان حتى في معسكر المنتخب والكلام اللي تروج عن فكره رئيس بعثه، ويعني حاجه صعبه جدا بل مؤسفه ان يكون رئيس البعثه من مدرسه النادي الاهلي الاداريه، ولكنه لم يستطع تنفيذ مدرسه النادي الاداريه في اتحاد كره القدم المصري. لما يبقى في كلام بيتقال ان رئيس البعثه منع من دخول الفندق بامر كابتن الفريق، وان فقط لا غير التعامل مع كابتن حازم امام فقط لا غير. لما رئيس البعثه يطلع يتكلم بصوت مواطن مصري مشجع كره قدم مصري ويقول ان اللعيبه اثرت في مباراه موزمبيق وده واقع كلنا لامسينه، فيتم الغضب من رئيس البعثه ويرجع الاتحاد يحذف تصريحات رئيس البعثه. فهنا انا ما اقدرش اعفي الاتحاد من المسؤوليه، والاشخاص اللي انا بتكلم عنهم زي رئيس الاتحاد، زي نائب رئيس الاتحاد، وبالتاكيد كابتن حازم امام. الاتحاد طلع ببيان متاخر قوي قوي بالاعتذار، لكن الحقيقه الاعتذار ليس كافي. الاهم من كل ده ان كابتن حازم امام مش متواجد. فهل هنكرر التجربه تاني بنفس الطريقه تاني وندي مسؤوليات لكابتن حازم عشان يطلع ياخد الكريدت وقت التعاقدات ويختفي وقت الاخفاقات؟ اعتقد المعطيات لو اتكررت فمن الغباء انتظار حلول مختلفه او نتائج مختلفه. الموضوع اصبح لا يحتمل مره اخرى اللعب بمشاعر وعواطف جماهير كره القدم المصريه. انا الناس اللي بتقول استقاله كابتن حازم امام، ده انا لو حتى استقال كابتن حازم امام وهو ما هو ابعد من ذلك، هو فين حساب كابتن حازم امام؟ فين حساب اتحاد كره القدم المصري؟ لما تيجي دلوقتي بتتكلم عن 600,000 يورو كشرط جزائي روي فيتوريا اللي بالمناسبه هياخدهم منك ويطلع على الشباب السعودي، هو مش مستنيك، هو مستني يوصل معاك للسعر اللي هو عايزه اللي هم 600، مش هيسيبهم وهيطلع على نادي الشباب السعودي اللي دخل في مفاوضات معاه بعد معرفته بالازمه بينه وبين الاتحاد المصري لكره القدم. ومين بقى اللي يدفع المبلغ ده؟ هو احنا برضه. ما احنا الشعب اللي بيتحمل كل حاجه. احنا 600,000 يورو غير راتبه 200,000 يورو. وهو يا اسامه كان عنده قصه مع النادي النصر في المستحقات، روي فيتوريا ما سابهمش غير ده ولا ريال. ده خد لنهايه عقده. الموضوع صعب جدا. ده خد لنهايه عقده. لكن الاهم بقى يا فارس ايه؟ احنا كده خسرنا المبلغ وهنشوف مين اللي هيحاسب اللي هو احنا. انت كده عندك 3 شهور جايه لروي فيتوريا مفيش التزامات رسميه. فاعتقد ده الوقت اللي خلاص ما ينفعش فيه ما تقولش ان لازم تغير، لا ده انت لازم تغير ولازم يكون في محاسبه على الاخفاقات، لان عشان مفيش محاسبه على الاخفاقات خارجين بكره القدم المصريه من اخفاق لاخفاق، وبعد كل اخفاق نقعد نقول ونشجب ونقول لازم يكون في رؤى ولازم يكون في مشاهده للمنتخبات اللي بتتقدم من حولنا ونشوف احنا عندنا اخطاء ايه ونكررها. والحقيقه ان نفس الوجوه بترجع تكرر نفس الاخطاء واحنا بنرجع نتكلم في نفس السلبيات. عزائنا الوحيد كبرنامج هنا اننا طول الوقت طول الوقت عندنا يا فارس نقد واضح للسلبيات ايا كانت ايه هي. فاحنا مش الناس اللي بتركب موجه الانتصار وبتنزل باسهمها وتبدا تزعق لما يحصل اخفاقات. لا ده الناس دلوقتي افتكرت ان في مشكله في اداره الرياضه المصريه وفي ازمه في الاتحاد، اللي هو لما كنا بنيجي نقوله قبل كده كنا بنصنف ان دي الناس اللي عندها مشاكل مع الاتحاد او واخدها تعصب او انديه. دلوقتي الناس كلها خدت بالها ان اللي كان بيتقال ده كان للمصلحه العامه وللصالح العام. الناس اللي دلوقتي بتقول اصل الجمهور الاهلي ولا النادي الاهلي ولا اعلام النادي الاهلي مشخصنه مع كابتن حازم والامور مع كابتن حازم عشان ده كادر زملكاوي او كادر اداري زملكاوي، فالفكره ان يلا نشيله هو الليله. لا حضرتك، هو شايل الليله باعترافه، وهنروح للفيديوهات وهنثبت لك ده.
وحضرتك شايل الليله من وقت ما دخل القصه اهلي وزمالك في المنتخب وخرج لعيبه نادي الزمالك، وروي فيتوريا رجع كان غاضب من اللي حصل وقعد يقول انا مش هتحصل تاني ومش هكررها تاني. كانت بدايه ان المدير الفني ان يجي يقول لك هذا حدث ومش هيكرر تاني معناه ان هو بيقر ان ده خطا، ولكن بيقول ان الخطا ده على سبيل الاستثناء. فلما جاء لاعبي النادي الاهلي في وقت يخص مباراه السوبر الافريقي كنت انت كمان كنادي اهلي عندك موقف قوي. طلع كابتن حازم بعدها يقول لك ايه؟ بعد كده الاولويه للمنتخب. طب مع احترامي انت كمشرف للمنتخب انت اللي بدات من بدري ان الاولويه ما كانتش المنتخب. فهنا يا جماعه الفقره دي لا عشان اهلي ولا عشان زمالك ولا عشان تصفيه كادر اداري مع احترامي وكابتن حازم امام اداريا مع نادي الزمالك حقق ايه؟ يعني ايه الكادر الاداري اللي انا هنا بستهدفه ككادر اداري زملكاوي مش بستهدفه لمصلحه الكره المصريه؟ انا اسف ده كلام عبثي، ولكن هنا محاسبه ومساءله ورؤيه للي جاي بجد. ان انت القصه مش تجيب هيرفي رونار او ان انت تجيب اعظم مدرب في العالم، القصه مين اللي بيتعامل؟ هو مين اللي بيدير الازمات؟ هو مين اللي بيتعاقد؟ هو مين اللي عنده الرؤيه؟ هو هل شخصيته فايتر؟ هل هو مقاتل بطبيعته؟ هل هو شخص سابقة أعماله الإدارية تقول إنه عنده القدرات دي؟ وعشان كده زي ما أسامة كان بيتكلم، أنا حزين على أعضاء اتحاد الكرة المصري اللي بعضهم يقول لك أصل أنا في أسوان ومعرفش إيه اللي حصل في قصة كذا. رئيس الاتحاد ولا حد يسمع عنه ولا كأنه في الموضوع ما عملش مداخلة حتى. نائب رئيس الاتحاد حد ليه باع وليه تاريخ؟ انت مفترض يكون لك موقف ومفترض لا ثانيه واحده. كابتن حازم انت جيت اعترضت على سياسات وقلت انا مسؤول وانا اللي بدير وانا اللي راكب الشغلانه. كابتن حازم انت كان من الشجاعه الاداريه انك تخرج تعتذر للناس تتحمل مسؤولياتك ما تسيبش الاتحاد يشيل القصه كلها. ليه بنقول كده؟ لان تعالوا نسمع الفيديو ده عشان تبقوا عارفين ان كلامنا ليس تجني على احد ولكن هو حساب تغافله الكثيرين وخلوا القصه تتوه ويتفرق دمها بين القبائل وده مش صحيح اطلاقا. نسمع الفيديو ونرجع نعقب. انت كنت شايف ان كيروش بدايه هذا المشروع؟ طبعا. طب ليه ما قدرتش ليه معاه التفاوض؟ يعني لان كان الاستاذ جمال هو المشرف وما اشركناش في هذا الملف، هو قال انا هشتغل عليه. بس هو كان متفق على التجديد طبعًا. حسب ما انا فاهم. طبعا يعني الاتفاق كان تام على التجديد كله. لا احنا رايحين يوم الاحد كنا على اساس احنا يعني ايه بقى تفاصيل العقد الجديد او تفاصيل مفيش عقد جديد هو نفس العقد ان احنا العقد مكمل لغايه شهر 12 يعني. فاللي بس ايه اللي حصل يعني هيجي امتى هيعمل ايه وبتاع يعني. بس ففوجئنا بانه مش موجود يعني. وبعدها ب 48 ساعه كان قرار سريع جدا القرار. معرفش ليه اتاخد بهذه السرعه خصوصا ان احنا ما عندناش حاجه يعني وكابتن ايهاب عنده لسه ماتشين مازيمبي فكان لكن خلاص القرار اتاخد ربنا يطلع صح يعني. ما فيش تصويت في الكوره يا كابتن. انا وجهه نظري يعني الحاجات الفنيه ما فيهاش تصويت. ما فيهاش تصويت وجهه نظري يعني. طب ما التصويت بيبقى على هتشغل مين مثلا في كذا، هتجيب مين اداري، السياسه العامه. يعني حاجات فنيه وجهه نظري ما فيهاش تصويت. لازم يبقى في لجنه فنيه اللي تدير هذا الملف وتديك حاجه معينه في مجلس الاداره توافق بيها، تدي مثلا اختيارات 3 4 5 والناس توافق منها. ممكن حازم امام فكره اللجنه الفنيه اللي تبقى مسؤوله عن المنتخبات داخل الاتحاد تتواجد خلال الفتره القادمه؟ مش عارف والله يا كابتن. الاغلبيه وبالتصويت الله اعلم ممكن ما يوافقوش. لا معلش بس يعني اقدر يعني مش عايز اقول خسرت معركه او خسرت لا تصويت لا او حاجه. وانا عارف انت بتحترم ايهاب جلال جدا عشان طبعًا بس طبعًا عشان الناس تبقى فاهمه هنتكلم في النقطه دي شويه، لكن مش معناها انك ما يعني ما وفقتش في دي انك تستسلم يعني. شفتيني وانا بحارب قد ايه على الترابيزه معاك يعني. انا قعدت 7 شهور كلهم خناق. حضرتك قلت انا نفسي اصرف فعلا. انا بزهق. يعني انا من الناس اللي بزهق. ايوه لكن المؤكد ان ما عنديش مدرب للمنتخب الاولمبي والمؤكد ان عندي تصفيات قريب. طب امتى؟ طب القصه ازاي؟ ما انا مش عارف بقى كابتن. زي ما قلت لحضرتك هيبقى تصويت تاني ولا لجنه فنيه. انت هترفض موضوع التصويت طبعًا. مره ثانيه؟ انت ما بتروحش الاتحاد من ساعه موضوع كروش؟ لا دي هزت راسك الناس مش هتشوفها. لا ما رحتش. ما رحتش. مش هتروح ولا ايه؟ لا رد. الاشارات ما تبانش في الراديو. يعني شويه كده. لما ناخد موضوع التصويت ده بعد كده نشوف حل فيه يعني. يعني في حاجات زي ما بقول لحضرتك في حاجات تصويت فيها صح طبعا ولازم،
وفي حاجات الفنيه بحته محتاج لجنه تدرس هذا الموضوع وتدي قرار للاخر طبعا مجلس اداره. بس من خلال لجنه فنيه حازم مباركات، مش لازم يسموا اي اسم، بس يبقى في حد متخصص. ممكن حازم مباركات واثنين كمان من بره الاتحاد على فكره، يعني مش لازم حازم مباركات بس. يعني ركزوا في اللي اتقال لانه في غايه الخطوره. وايها المشاهد اللي بتتفرج علينا ايا كان انتمائك، هذا التناول لن تجده الا في الاهلي خط احمر، وبقولها تاني، هذا التناول لن تجده الا في الاهلي خط احمر، لان احنا بنواجه بحاجات هي فين اساس المشكله. لان المشكله دلوقتي زي ما قلنا دمها بيتفرق بين القبائل ويتوه الدنيا، وزي ما قلنا نظريه امتصاص الصدمات. لا، تعالى نقول اللي كان كابتن حازم بيقوله هو اللي حط المسطره اللي يتحاسب عليها. قال لك انا ضد التصويت في الامور الفنيه، انا ضد التصويت في الامور الفنيه. كابتن حازم امتنع عن الذهاب لاتحاد الكره المصري نتيجه ان اتحاد الكره ده اختار قرار بعكس رايه، واختار مدرب بعكس توجهاته. خد بقى حتة مهمة جدا، كابتن حازم إمام أدان رئيس اتحاد الكرة وقت ما هو اختار، قال لك الاختيار ده اختيار كابتن جمال علام، وهو رئيس الاتحاد وهو المشرف وهو اللي يتحمل. طب الله، انت فين بنفس القاعدة يا كابتن حازم؟ وخدوا بالكوا من حتة في غاية الخطورة، كابتن حازم ده أباه مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة انه يحرج أعضاء الاتحاد ويهاجم سياسات اتحاد الكرة على الملأ. بعض الأمور تخص رؤى تخص الاتحاد بشكل عام، وبعض الأمور تخص نادي الزمالك. تعال أقول لك عشان ما يبقاش كلام مرسل، الموقف اللي أنت بتتكلم فيه ده هو سياسات إدارة النادي الأهلي. أنا هنا لا أقارن لأن القصة مختلفة قوي قوي، بعيد فوق ما تتصور. إن ما يدار في الغرف المغلقة يظل في الغرف المغلقة، ومين اختار إيه يظل في الغرف المغلقة. طيب هل هذا يحدث في اتحاد الكرة؟ لا، كابتن حازم طلع حمل رئيس اتحاد الكرة مسؤوليته في اختيار مدرب، حمل الأعضاء اللي كان اختيارهم غيره مسؤولية الاختيار. طب هل ده الموقف الوحيد؟ لا، كابتن حازم طلع هاجم قبل كده بشكل علني وواضح لجنة الانضباط، وقال ان موقفها في حسين الشحات كان ينبغي ان يكون كذا كذا كذا. كابتن حازم إمام هو طلع هاجم لجان اتحاد الكرة قبل كده في موضوع كهربا. كابتن حازم طلع في موضوع المديونيات واتكلم كلام بعكس الرأي العام لاتحاد الكرة. في كل مرة كابتن حازم إمام بيطلع يبيع أعضاء اتحاد الكرة في الحاجات اللي هو عنده رأي فيها. في يناير لما كانت كارنيهات نادي الزمالك واتحاد كرة القدم خد موقف تاريخي إن مش هينفع يصدر كارنيهات لثلاثي نادي الزمالك المتعاقدين الجدد، طلع كابتن حازم إمام قال عكس رأي الاتحاد. فالقصة يا جماعة هي قصة واضحة. الحقيقة تركيزه على فكرة أنا مش مقتنع بالتصويت في الأمور الفنية ده حاليا بيدينه بشكل واضح. يا أسامة ثانية واحدة، الجانب التاني من ده إنك تتحمل مسؤولياتك. الناس هتقول لك طب مين قال إن هو مسؤول؟ وده اللي إحنا بقى مهم جدا يعني نبقى واخدين الصورة، الناس فاهمة إحنا هو قال رايحين لفين وعايزين نودي الناس لفين. هو قال هو عايز لجنة فنية، تمام؟ فتعال نشوف هل اتحاد كرة القدم المصري من أجل ترضية كابتن حازم إمام، ومن أجل عودته مرة أخرى لحضور جلسات الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن أجل توحيد الصف، عمل لجنة فنية؟ تعالوا نشوف كابتن حازم رأيه ايه. قلت ان التصويت يعني كان ضدك في موضوع اختيار كابتن ايهاب جلال. في موضوع ريف فيتوريا كان هناك تصويت ولا خلاص كان تصويت؟ كان تصويت. كان تصويت من المجلس، والناس بصراحه كان يعني انا كلهم بصراحه يعني وانا هناك في بطولة عثمان خالد الدرندلي، يلا يا حازم خلص، يلا يا حازم اي حاجه شوف الدنيا احنا معاك. لواء حلمي بيكلمني على طول، بركات طبعا، الناس كلها، انا حاج يعني الناس كلها، حاج عامر كان عندنا في الجروب كل شويه ناقص 76 يوم، ناقص 80 يوم، بيعد كل يوم يا جماعه. الحاج عامر بيبان ان هو سيريس جدا، بس هو لذيذ جدا وبعدين يعني عايش الاجواء. زي ما بقول لك احنا كل يوم في الجروب مثلا ناقص 80 يوم يا كابتن حازم، ناقص 79 على ان ما لسه ما تعيش ما جاش مدرب يعني. لا الناس كلها، الاستاذ جمال علام طبعا،
يعني اول ما مضيت بعت لهم على الجروب ان خلاص الحمد لله وصلنا لاتفاق يعني والراجل مضى وكده. الناس هم مسفريني ومعايا التفويض اساسا فالناس محترمه جدا. انا اللجنه الفنيه، انا حازم امام، انا المسؤول الاول قبل ما تظهر النتائج. هي مش سياسه الحقيقه امتصاص صدمات. أنا زميلنا رضا غانم في الإعداد عنده سياسة مختلفة تماما، وهي انزل في الدواسة لما تحس إن العربية داخلة بيك في أي حاجة على طول اللي جنب السواده بينزل يستخبى في الدواسة. كابتن حازم إمام نزل الدواسة من ساعة ما المنتخب الوطني خرج من البطولة مش طالع من الدواسة. كابتن حازم إمام بيقول ده مفيش لجنة فنية، أنا الاتحاد فوضني. طيب فوضك ليه يا كابتن حازم؟ للرؤى الفنيه اللي انت اتكلمت فيها مع كابتن شوبير في الفيديو اللي استعرضناه قبل ده؟ لا، ده ما هو اخطر. قال ايه؟ الناس بصراحه كانت بتدعمني وباقي عدد ايام والناس بتتواصل معايا والناس كلها متواصله معايا والحقيقه هم مفوضيني، بس انا اول ما مضيت العقد بعت لهم على الجروب. ايه؟ اول ما مضيت العقد بعت لهم على الجروب. يبقى الليله كلها فنيه واداريه وتعاقديه بتاعت مين؟ كابتن حازم امام. اللجنه الفنيه اللي كان عاوزها كابتن حازم امام حتى لو هو وبركات واتنين من بره الاتحاد رسيت على مين؟ كابتن حازم امام. مين مسؤول اخر نقدر نحطه جنب كابتن حازم امام في اختيار المدير الفني والتعاقد مع المدير الفني مع اهمال اسم وسمعه وتاريخ المنتخب المصري في امم افريقيا؟ ايه يا عم الكلام ده؟ ايوه، انت اهملت اسم وسمعه وتاريخ المنتخب المصري في امم افريقيا. انا بقول لك منتخب خسران مباراه نهائيه، تروح تجيب مدير فني ما يتحطش في عقده اي شرط يسمح انك تفسخ من طرف واحد لو انا ما وصلتش مربع ذهبي؟ انا العب اربع ماتشات في امم افريقيا منتخب مصر اتعادل الاربع ماتشات واخرج؟ انا منتخب مصر اللي بقابل موزمبيق سلام عليكم اكسبها، منتخب موزمبيق يعمل عليا انا ريمونتادا؟ انت قعدت راهنت على التاريخ. مش ممكن، مش ممكن بجد. منتخب موزمبيق يسجل فيها هدفين لاول مره بيسجل في مرمية مع اختلاف الاجيال، مع اختلاف المديرين الفنيين، مع اختلاف اللاعبين. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ انا يبقى عندي مشكله اداريه مش عارف اطلع حاجه لها شفافيه عن كابتن الفريق بحجم محمد صلاح؟ اقول محمد صلاح هيغيب ماتشين، اسمع من مدير الفني لمحمد صلاح كلوب لا ده الراجل هيجي لنا ولما توصلوا النهايه ممكن نبعته لكم. الازمه دي بقى. الازمه دي اللي حصلت كلها دي كانت بسبب مين؟ التشكيك في اصابه محمد صلاح اللي طلع ده، انا هلوم الناس اللي شككت؟ لا، انا هلوم ان ما كانش في جانب اداري واضح للمنتخب. هو المنتخب يا جماعه بيبقى له بيانات سريعه وحلوه قوي لما يكون في اتنين لعيبه من النادي الاهلي مدانين، يعني لما يكون حسين الشحات وامام عاشور ومعاهم طارق حامد يتاخروا او ما يتمرنوش اخر 3 4 دقائق في التمرين اللي بعد المباراه، اجري جري كمشرف على قطاع على المنتخب وابدا اكلم روي فيتوريا وخاطب الاتحاد وابدا اصدر بيان وده البيان اللي عندي وسرعه في القرار وعندي كابتن بحجم محمد صلاح اتصاب. انا ما اعرفش اطلع وهندل الموضوع بالبلدي كده، ما اعرفش اتواصل مع الجانب الاخر اللي هو نادي ليفربول والجهاز الطبي لنادي ليفربول ونستقر على صياغه هنطلع بيها وانا احترم نفسي كاتحاد واحترم تاريخي كاقدم اتحاد افريقي واطلع اقدم الصياغه اللي بتتكلم عن كابتن الفريق. لكن هي الفكره كلها ان انا بدات تنازلات مع كابتن الفريق لما كسرت قاعده الكابتن اصلا، فاصبح الكل خلف محمد صلاح وما يريد نادي محمد صلاح هو ليفربول. وفي الاخر جاي عايزني اشيل مين المسؤوليه؟ عايز نكلم مين عن المسؤوليه لما واحد بيقول انا اصلا منقطع عن الاتحاد وعن جلسات الاتحاد وربنا يوفقهم بقى في ايهاب جلال، اصل انا ماليش علاقه بالقصه دي. فكره ان هم ما عملوش معاه كده كمان يا اسامه، وده انا دلوقتي بقول يعني الناس عندها ثقل تاريخي، وانا بتحدث تحديدا عن نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد مدرسه الاهلي، اطلع يعني خاطب الناس، انما عموم وشيوع القصه كده ما هو الاجواء للاسف دي بتقول لك يعني ان بعض مش في بعض، انت في معظم الاوقات وفي غالبيه الاوقات الاتموسفير اللي في النادي الاهلي، الجو العام اللي في النادي الاهلي سبب نجاح. طب سبب نجاح لكوادر كتير، بس انا لما اعيش
وابقى عضو مجلس اداره واصل الى نائب صندوق وابقى بزامل كابتن حسن حمدي وبزامل كابتن محمود الخطيب وبزامل وزير اسبق زي العمري فاروق وما طبقش ده في اتحاد كره القدم المصري، يبقى الاولى الاستقاله. حتى لا تتحمل مسؤوليه بحكم تاريخك الاداري المشهود ليه بالكفاءه. تاريخ اداري مشهود بالكفاءه. استاذ خالد درندالي. لكن نصل بينا الحال اننا بنشوف كابتن حازم امام بيتحكم في مزاج الشعب المصري بالكامل، ومع ذلك رافض ان هو يطلع يتحمل مسؤولياته امام هذا الشعب، امام جماهير كره القدم المصريه. الكلام يا جماعه كان واضح، واضح جدا بالفيديوهات، واضح جدا يا فارس. من طبعا بنشكر فريق الاعداد لفكره اللقاء اللي كان في رمضان في الراديو مع كابتن شوبير، ما كانش فيه شاشات فضائيه، وواضح التناقض بشكل مبهر. وعشان كده انا حبيت اقول يا اسامه في الاول ان يا جماعه اللي واخد القصه اهلي وزمالك هو بيضحك على الناس. مع احترامي احنا هنا كابتن محمد بركات هو مش كادر طالع من النادي الاهلي وخد جزء طبعا من نجوميته في نادي الاسماعيلي، ولكن النادي الاهلي ايضا يعني بشعبيته وقدراته وما اضافه لبركات من رصيد، ما تقنعنيش ان ده مش جزء هو الاكبر في وجود كابتن بركات بعد كده في مسيرته. كابتن بركات اعتزل كوره وكان بيعمل اعلان للنادي الاهلي، ما عملش اعلان مثلا لنادي الاسماعيلي لما جاي يعمل اعلان لراعي، لا عمل اعلان لراعي للنادي الاهلي وهو مسؤول وهو شخص كان معتزل بقاله قد ايه، ولكن قيمه النادي الاهلي. ولكن احنا ما انحزناش لكابتن محمد بركات في اي شيء. الامور اللي استحق النقد عليها في بعض الامور التحكيميه والتصريحات جينا هنا. الاستاذ خالد الدرندلي جينا هنا، فالقصه مش اهلي وزمالك. طبعا تعرض لانتقادات لما كنا مع الموضوعيه كلهم عشان الناس تبقى فاهمه، اشخاص نقدرهم جدا سواء الاستاذ خالد الدرندلي او كابتن عماد متعب او كابتن محمد بركات، ولكن احنا لما يا جماعه بنتكلم في شيء يخص الصالح العام او مصلحه النادي الاهلي بنتكلم بمنتهى الشفافيه والمنطق والموضوعيه. ولكن ده ما بيحصلش دلوقتي، الناس واخدانا لحته اتحاد الكوره، اصل القصه، اصل الموضوع. طب ما تيجي تقول ان في شخص كان بيتحمل مسؤوليه، فين الحساب؟ وانا دايما بقول لما القاعده والجمل الرنانه والعريضه اللي هو حساب الجميع، الحساب الذي سيعصف بالجميع، الحساب اللي مش هيسيب حد، كل ما تلاقي الجمل العامه الفضفاضه دي اعرف ان محدش هيحاسب. براءة خلصت. بص بتجربة ارجع تاريخيا، أول ما لقينا الموضوع بقى فيه شعارات كده كبيرة اللي هو لن نترك أحد، الجميع في اتحاد الكرة سوف يتحمل مسؤولياته، أول ما الشعارات دي اتحطت براءة على طول محدش هيتحاسب. إنما لو جيت قلت إن في مسؤول ومشرف على المنتخب عمل 1 2 3 صاغ عقود يستحق دلوقتي المساءلة أمام الرأي العام المصري كرويا ويطلع يتحمل مسؤولياته، هتلاقي محدش بياخدك للسكة دي. لكن فيديو مهم كمان نسمعه الكابتن حازم إمام ونرجع نعقب. كابتن مكاش من أعظم الناس كابتن مكاش. كتر خيرك يا دريش، ربنا يخليك. هل حصل كابتن حازم محمد كابتن مكاش المرة دي على ضمانات كافية إنهم يكون معاهم ملف الاستبدال لدرجة دي فن أجنبي، ولا ممكن الأمر يتكرر؟ ولو تكرر وقفت إيه؟ أنا واقف معاك دلوقتي، أنا كنت بقف قبل كده. انا عمري ما طلعت قبل كده اتكلم، فده خلاص ده خير اجابه على اللي انت بتقول. خلاص ان شاء الله انت ضمانتنا يا درويش ان شاء الله. يلا حضرتك اتفضل. الفيديو ده ربما وانت قاعد كده بتتفرج عليه ما تدوش قدره، انما الفيديو ده فيه معاني كتير قوي. كابتن حازم امام بعد اخفاق وما حدث في قصه كابتن ايهاب جلال واللي للامانه وكان ضحيه الاتحاد المصري لكره القدم، الناس بتقول عايزين ضمانات ان ما يتكررش بعض الامور اللي حصلت في تعاقد وبعض الامور اللي خلتنا ما نعرفش التجربه دي مشيت ازاي، ان ده ما يتكررش. فايه هي الضمانات؟ عارفين كابتن حازم رد قال ايه؟ في رايي تقليل من بقيه اتحاد الكره بالكامل. قال هو انا كنت بقف معاك قبل كده كصحفي؟ انا كنت بكون موجود في المؤتمر وطالع اتكلم قبل كده؟ لا، وجودي هو الضمانه. جمله في غايه الخطوره وكانت تستلزم النقيض ليها دلوقتي الشجاعه الاداريه من كابتن حازم امام، ان انا اطلع بمنتهى الشجاعه الاداريه اقول انا قلت لكم انا الضمانه، انا قلت لكم انا اللي موجود،
فاذا لما تلاقي اخفاق فني وتلاقي اخفاق على مستوى التعاقد وبنوده وكل اللي احنا فيه دلوقتي والناس كلها في مصر ما بتعملش حاجه في المجال الرياضي غير ان هي بتحاول تشوف الشرط الجزائي بتاع فيتوريا هيتحل ازاي. كان لازم كابتن حازم يطلع يقول زي ما انا واجهت الراي العام بكلمه انا الضمانه، لازم دلوقتي اقول ان زملائي في اتحاد الكوره كنت انا المشرف، انا اللي بتولى، انا اللي قلت ان انا واخد المسؤوليه، انا اللي اخترت، انا اللي تعاقدت، وانا بعتذر ان انا اخفقت الاخفاق ده، واكيد هم مسؤولين برضو بالتبعيه ولكن انا الجزء الاكبر. واذا كان يرتقي ان هو يستقيل كان يبقى الكلام مش من خلال ارمي خبر وارمي الصحفي والجو اللي بيحصل ده اللي احنا يعني حافظينه ويطلع يواجه، ده ما حصلش. وانا بقول لاي حد بيتكلم في الازمه دي يا اسامه ومش ماسك طرف الخيط اللي المفروض يتمسك بجد، هو كده ايه يعني علاقات هتعدي. علاقات وصداقات وحاجات كتيره جدا. لكن انا لما قلت لكم كابتن حازم امام البعض والحديث عن فكره استقالته او عايز يقدم استقالته، قلت لكم يا جماعه ده لو قال يا برنامج هتتفتح له ميكروفونات كتير. شفتوا الميكروفونات اللي كانت قدام كابتن حازم امام وهو بيقول انا الضمان؟ شفتوها؟ شفتوا عددها؟ انا تقريبا ما لحقتش اعد اكتر من 20 تقريبا. يعني القصه سهله وبسيطه، القصه بنفس الكاريزما بتاعت كابتن حازم. وبالمناسبه يا جماعه عشان بس الناس بتخلط دايما لما بنيجي نتكلم عن لاعب له تاريخ، الناس بتقول يعني انت بتتكلم عن تاريخ كابتن حازم كلاعب؟ نفس المشكله عند اي اسم بنتناوله يا جماعه. احنا لازم نفصل كابتن حازم لاعب كبير، لاعب كبير، احد اساطير جماهير نادي الزمالك بالتاكيد، له مساهمة واضحة مع المنتخب المصري بالتأكيد، و98 كانت المساهمة واضحة جدا مع باقي عناصر المنتخب وكابتن حازم وكابتن حسام. فاحنا مش بنتكلم عن كابتن حازم إمام كلاعب. طب أقول لك الأبعد، أنا بكلمش حتى عن كابتن حازم إمام كمحلل في الاستوديوهات، باستثناء إن هو بيربط ما بين عمله العام كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم وتحليله لبعض الدوريات العربية الأخرى. أنا بشوف ده يعني يقلل من شأن الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن احنا بنتكلم عن كابتن حازم إمام الإداري. والبعض بيطلع دايما يروج أصل الراجل زهقان من العمل العام، أنا من ساعة ما بدأت أشوف كابتن حازم إمام في العمل العام وهو زهقان. طيب الزهق ده وصلك لإيه؟ وصلك إن أنت يكون عندك ثقة كبيرة جدا في نفسك إن أنت تقول أنا الضمان وأتحمل مسؤولية، فتعالى تحمل الأعباء بقى. تعالوا نشوف فيديو اخر الحقيقه بيورينا قد ايه كابتن حازم امام وعلاقته بالاتحاد المصري لكره القدم، بل علاقته باي اتحاد مصري لكره القدم. نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم. واعتقد اتحاد الكوره كل يوم بينزل اكتر من اليوم الاول وكلها حاجات بتودي الكره المصريه في يعني حاجه صعبه جدا. الناس كلها بتشتغل لصالح المفروض حاجه لمؤسسه او لصالح ان حاجه تتطور، ولكن كلها انا بلاحظ اتحاد الكوره كل شغله وكل هدفه ان ده مين مع مين ومين هيقف معايا الانتخابات الجايه، والراجل ده جايبينه عشان يبقى هو اللي ماسك بعد سنتين، وانا همشي النهارده فالسنه الجايه تحطيني انت في حته لا هبقى فيها، فانت تساعدني دلوقتي عشان اساعدك بكره. حاجه للاسف الشديد، حاجه يعني تخلي الواحد يصيب بالغثيان من المتواجد بالذات في اتحاد الكوره المصري. بجد حاجه ما اعرفش الناس دي ما بتركزش ليه، ما بتشوفش اللي بيحصل. فاي حد يقول لك اصل كابتن حازم امام عنده ازمه مع العمل العام، هو اصلا الازمه واضحه ومع ذلك خاض التجربه وراح للعمل العام، ومش بس كده ده راح للعمل العام وقرر في الامور الفنيه والتعاقديه مع المدير الفني للمنتخب يكون معاه تفويض منفردا. نعمل لك ايه اكتر من كده يا كابتن حازم؟ انت كنت بتقول تربيطات وتعالى شايل لي النهارده عشان اشيلك بكره والسنه دي والسنه الجايه، وكابتن حازم مش جديد على الاتحاد المصري لكره القدم، فالراجل عارف الكواليس كويس قوي، وطلع قبل كده من اول يوم ليه في الاتحاد وبدات الجماهير تطالبه بخدمه نادي الزمالك، قال لهم يا جماعه انا لسه ما كملتش الشهر، اصبروا عليا لما ايه اقدم شويه. فالقصه بالنسبه له واضحه من البدايه. طيب يا سيدي، مر بتجربه فاشله في 2019 وايضا كان زهقان من العمل العام، وطلع صرح عن ان العمل العام بيتم ازاي والانتخابات بتتم ازاي، ومع ذلك قرر مره اخرى ان يخوض تجربه العمل العام بشكل منفرد مع المنتخب المصري. اذا يا كابتن حازم انت محدش ضحك عليك ولا حد قال لك تعالى ده الدنيا حلوه وزبادي في الخلاط فلقيت موضع وضع معكوس، لا انت جيت على الوضع اللي انت عارفه كويس قوي وقررت ان انت تشتغله. نزل يا ابني الورق دي ملفات وقررت ان انت تشتغله
وقررت ان انت تشتغل في الاجواء دي وخدت الصلاحيات كامله من امور فنيه وامور تعاقديه، فما ينفعش يا كابتن حازم تكون في الدواسه في التوقيت ده على الاطلاق. المفترض ادنى ما فيها ان انت تطلع تصارح الجماهير بما حدث مع المنتخب مصر، ويكون في ملف للحساب مع الجماهير ونقدر الجماهير، لان الحقيقه الجماهير الفتره الاخيره كان في حاله من حالات عدم التقدير، حاله من حالات الاهمال من الجميع، لدرجه ان ما حدش طلع وقت الاخفاق وقت التعادلات وقت النتائج السلبيه يقول ما تزعلوش لجماهير كره القدم المصريه، ولكن اتقالت لكابتن الفريق. ده منتخب مصر في ظل اشراف كابتن حازم امام على المنتخب. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم، والاهلي خط احمر، واعتقد يعني وصلنا كلام مهم، كلام بتاع المشجع المصري. لا قصه بقى ان انا طالع اقول لك عشان ليا مصلحه مع فلان، ولا طالع اقول لك عشان اشيل لا لا لا، احنا جبنا وعشان البعض ما يجيش يقول ان الناس بتتكلم اهلي وزمالك والقصه اللي ليس لها اي علاقه، جبنا بالفيديوهات وتناولنا بكلام موثق على لسان الاطراف اللي ذكرناها، ولكن برضه عشان كلامنا موثق في زمن كل حاجه فيه خدت الشكل العبث. وللامانه من يتحدثون عن المهنيه ويتشدقون بالمهنيه هم ابعد ناس بمسافات عنها. والبعض يحاول يحملك امور مفيش دلائل عليها. والبعض لما تجيب له شهادات او ردود تخص الناس اطراف الواقعه برضه يصمم ان هو ينفي. ليه؟ لان البعض شغالها انديه. والبعض هدفه الواضح والصريح ان هو يخدم على مصالح انديه. والبعض يا جماعه قالها لكم بوضوح، وانا بلوم على اي حد لسه هيجادل لما تكون منصة إعلامية وبرنامج يطلع ضيف فيه يجيب لك كده من الآخر يقول لك طول ما الأهلي موجود مفيش خير في الرياضة المصرية. القصة دي مش أنا اللي هرد عليها، لأن احنا ردينا على الشخص ده كتير جدا، وهو يعني ظاهرة صوتية في الرياضة المصرية ظاهرة مسيئة. ولكن أنا ليه بربط بالفقرة اللي احنا بنتكلم فيها الأخبار؟ هي دي الرسالة، هي دي الزتونة بالبلدي، هي دي القصة. الراجل قال لك طول ما الاهلي موجود مفيش خير للرياضه المصريه. هذا البرنامج بكل اعداده برئيس تحريره بضيوفه عندهم استهداف واضح وصريح للنادي الاهلي. انت كاهلاوي كمشجع هتتعامل ازاي مع برنامج او منظومه اعلاميه رياضيه قالت لك بشكل واضح ان وجودك هو المشكله بالنسبه لها؟ انت كشخص منتمي للاهلي، وانا هقولها وهفضل اذكرها، اي حد بينتمي للاهلي وبيظهر في اعلام النادي الاهلي ويتعاطى مع هذه البرامج ويظهر فيها، انا عندي 100 علامه استفهام عليك، وبعد كده هتكلم بالاسماء، ودي قضيه شخصيه وواضحه وصريحه ومش هحيد عنها ايا كان الموقف. لان لما يجي عندك برنامج يا اسامه يقول لك انا هدفي، قبل ما نروح للفقره دي مهم برضو نتحاور فيها بما ان احنا قلنا مش عايزين نعرض ده على الهوا، يقول لك انا مشكلتي وطول ما الاهلي موجود الرياضه المصريه مش هتتقدم، يبقى هنا في توجه معلن لسياسات برنامج، يا اما ترفض وتعتذر وتقول الراجل اللي بيظهر عندي ده. ثم تلاقي الناس بتتعامل مع البرنامج ده، ثم تيجي تلاقي الناس عايزه تمرر لك ان ده برنامج بيقدم شكل احترافي وشكل مهني وما عندوش غرض تجاه النادي الاهلي. بياخدوا شرعيه برنامجهم من خلال بعض مننا باختصار شديد جدا، وبيروج لفكره انه يا جماعه ما عندناش مشكله، المشكله فقط في الاهلي خط احمر، المشكله فقط في الاثنين الشباب اللي طالعين مش عاجبهم اي حاجه، دول هي المشكله عندهم، المشكله في اللي بيقولوه، لكن الواقع ايه؟ لا، الواقع ان المشكله فيكم بالفعل. انا متفهم جدا جدا ان انتوا وانتوا بتقولوا لو النادي الاهلي مش موجود في الرياضه المصريه مش هيكون هناك ازمات، ده ممكن تكون على أزمات صدرية، أزمات نفسية، أزمات عندكم أنتوا، لأن وجود النادي الأهلي حقيقة هو أزمة، أزمة برغم أن أنتوا بتتكسبوا من وراه، لأن الحقيقة أنت بتطلع ما عندكش محتوى غير أنك تعال ننتقد النادي الأهلي.
ده الاهلي هيتعادل النهارده، تعالى هنعمل على النادي الاهلي حفله، تعالى نستفز النادي الاهلي، ويطلعوا يعترفوا، بيعترفوا انت عم مش قلت لي الاهلي هيتعادل وجبتني ومش عارف ايه، شو معمول شو معمول. فيجيب لك واحد بقى يلعب دور ايه، يلعب بس دور الطيب. لا يا جماعه، ازاي تتكلموا عن النادي الاهلي بالشكل ده؟ ده النادي الاهلي مؤسسه رياضيه عملاقه، انا مش عايز شهادتك على فكره ولا جماهير النادي الاهلي، مش هتكلم بلسانه طبعا، لكن اللي انا بشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي مش عاوز اشهادتك، في الشارع مش عاوز اشهادتك، انتم اصبحتم اشخاص عايشين على انكم تبقوا مذمومين عند جماهير النادي الاهلي، فتحقق المشاهدات فبتكملوا مسيرتكم، انجاز التعبير ان انا اقول عليها اعلاميه، لكن الحقيقه هي ليست اعلاميه على الاطلاق. عرضنا هنا بعض الفيديوهات اللي البعض لمنع لاننا عرضناها، هو ايه ده؟ هو الكلام ده فعلا موجود في الاعلام الرياضي؟ قلنا لهم اه يا جماعه، ما هي المشكله ان احنا لما بنتكلم فقط لا غير الناس بتقول ان احنا بنبالغ، هو في مبالغه صح، فلما جبنا فيديوهات لا ده الناس شافت، ده انتوا حنينين قوي على المبالغات اللي بتحصل، وازاي الكلام ده يعني، وازاي ده بيحصل، ولكن بنحطكم في ارض الواقع، مش بنحطكم كمشاهدين، لان انا متاكد ان جماهير كره القدم المصريه وتحديدا جماهير النادي الاهلي فاهمه كويس قوي هؤلاء، لكن احنا بنحط المسؤولين امام مسؤولياتهم. اصل القصه مش قصه حازم امام، هي دايره مسؤوليات يا جماعه، دايره مسؤوليات، رساله اعلاميه بتوجهها ازاي، بتنقيها ازاي، ايه الثواب وايه العقاب، فين المراجعات. لا، محدش في مصر مش عارف في المنظومه الاعلاميه ما يقدمه هذا البرنامج وما يخرج منه من تجاوزات واساءات وتبادل الفاظ، فين بقى بنحط الكلام ده على ارض الواقع. ده انا عايز اقول لك حاجه يا اسامه مهمه، جاء هو الشخص المسيء اللي يعني انا بشوف ان هو خلاص، البعض بيصف ان كل ما يقدمه شيء عبثي وهكس وبتاع، فخلاص انت حتى لما بتتكلم عليه اي مشاهد عارف احنا بنتكلم عن مين. جاء قال لك ايه بقى؟ جاء قال لك اصل انتوا بتنتقدوني وبتقولوا اللي انا بعمله وبتجيبوا الالفاظ اللي انا بقولها، طب ما انا لما وقف انتوا هتتضرروا لان مش هتتكلموا عني. عارف بقى دي حسبته هو، حسبته هو ان انا بضرب في الاهلي وبقلل من الاهلي عشان اجيب مشاهدات. احنا بالعكس، احنا ناس عندنا هدف وعندنا غايه، ان المنظر ده والاساءات دي والنوع ده من الطرح الرياضي ما يكونش موجود، فاحنا مش هنتضرر ولا عندنا اي ازمه في محتوى، ولا عندنا اي ازمه في محتوى، دي ازمتك انت. احنا عندنا الحمد لله القدره اننا نطلع نتكلم في اي محتوى، والحمد لله هذا البرنامج من انجح البرامج الرياضيه سواء شاء البعض ام ابى، الموضوع منتهي ومحسوم، لكن هي القصه باختصار شديد ان انت بتقتات من فكره ان انت تحارب النادي الاهلي، فاحنا لما نقول لك كده غلط ما تقولش انتوا بتقطعوا عيش، اطلع اتكلم بموضوعيه، اطلع اتكلم امور فنيه، اطلع اتكلم بدون تجاوزات، مستحيل تكون ضيف عندنا في البرنامج، مستحيل، لان احنا بنؤمن بحريه الراي طالما الراي ده لم يتجاوز الخطوط الحمراء، امال ليه الاهلي خط احمر؟ هي دي باختصار شديد، لكن يا فارس البعض من نفس المنظومه الاعلاميه دي كان عاوز يبحث بقى على فكرة ان هو يتجنب خالص فكرة المسؤول عن الفشل، وكالعادة يقوم ملمس مع النادي الاهلي. ده حقيقي، وفكرة بص العصفورة اتعملت اعلاميا ازاي؟ اتعملت اعلاميا ان بعد الاخفاق اللي حصل وبعد خروج المنتخب وفي الوقت اللي لازم اي اعلامي حر وعنده ضمير مهني، وشفناه انا لا اصادره بقى وهنا لا ادعي المثالية هنا في قناة النادي الاهلي فقط، ده بالعكس كتير جدا من الاعلاميين خرجوا ووجهوا النقد وتجاوزوا عن بعض الامور اللي تودي الناس في حته تانية وتلبس القصه لحاجه تانية، ولكن البعض كان عنده اتجاه قصه ابو جبل، هي دي اللي هاخدك فيها والتفاوض، ودي بص العصفوره عشان تنسى الازمه الحقيقيه وهي سياسات اتحاد الكره المصري والمشرف على المنتخب. ده حصل ازاي؟ حصل لما تشوفوا هذا الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا. إن حصل مشادة ما بين محمد أبو جبل وكهربا قبل مباراة الكونغو على المفاوضات بتاعة محمد أبو جبل مع النادي الأهلي، حصل مشادة قبل المباراة، يطلع بقى محمد أبو جبل ينفي، يطلع كهربا ينفي، يطلع حازم إمام ينفي، يطلع أي حد ينفي، أنا بقول لك الخبر والخبر صحيح وحصلت مفاوضات.
يطلع واحد يقول لك او ايا كان ان ما حصلش مفاوضات ما بين محمد ابو جبل والنادي الاهلي، لا دي ناس بتهزر. ان يوصل ان الناس بتطلع على شاشه ولا بتطلع، يا سيدي لو بتطلع على شاشه موبايل يعني يقول الكلام اللي فيه حق ربنا للناس، يبقى في مفاوضات ما بين محمد ابو جبل والنادي الاهلي، وتحصل بعد كده مشاده قبل مباراه الكونغو ما بين كهربا وما بين محمد ابو جبل، وتطلع في ناس علشان عايزه ترضي ناس معينه تقول لك لا ده ما حصلش مفاوضات ما بين محمد ابو جبل والنادي الاهلي، ده ما حصل. امال السبعة ونص مليون جنيه يا سيدي، احنا بنقول اي كلام، احنا بنقول اي هري. هو ايه اللي خلى البنك الاهلي يروح يجيب محمود الزنفولي من الداخليه ويدفع شرط جزائي او يتفق على الشرط الجزائي المقدر ب 3 مليون جنيه علشان خلاص تم الاستغناء عن محمد ابو جبل؟ هنا عايزكم تركزوا في فكره ان انا بسحب الضغط عن مسؤوليات اتحاد الكره وبدي ضغط في حته تانية خالص اللي هي بتاعت ابو جبل. وانت كمشاهد اهلاوي انا عارف انك فاهم، وزي ما اسامه قال احنا الناس هنا وجمهور قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي هو اكثر وعيا من اي حد. اوعى تكون فاكر ان فارس واسامه طالعين ينظروا على الجمهور او يعلموا الجمهور او يخلوا الجمهور ياخد باله من ايه، ده احنا بنكمل الصوره بان احنا نثبت الاحداث دي ونثبت الرؤيه اللي عند جمهور النادي الاهلي، مش جمهور النادي الاهلي مستني ان احنا نفهمه المشهد حصل ازاي. ولكن لازم بقى تشوف القصه حصل بعد المباراه، اتجاه خدته بعض الصفحات اللي معروف توجهها واللي معروف انتمائها واللي معروف قصتها، وبعض اليوتيوبرز وبعض الناس على السوشيال ميديا اشتغلوا بشكل ممنهج ممنهج، ولا كلمه عن اتحاد الكوره ولا كلمه عن المشرف على المنتخب اللي احنا عاملين فقره كلها بالفيديوهات بتحمله مسؤولياته، حاجه واحده بس ابو جبل. ويا اخي على زكي رستم لما يمسك السبح، تخيل الشخص اللي كان والناس والجمهور والصفحات اللي ماسكه امام عاشور جوه البطوله، الراجل لما جاله ارتجاج كانوا بيقولوا احسن، الناس اللي شمتت في لعيبه في النادي الاهلي، الناس اللي قالت الشناوي بيدعي الاصابه، الناس اللي عملت كل ده، تخيل قلبه اللي زعلان على منتخب مصر عشان ابو جبل في مفاوضات معاه، ابكي عيط معايا. ايه ده؟ يعني انا هصدقك ازاي؟ انت عايزني اصدق البيعه دي واللعبه دي؟ ان انت اللي كنت بتضرب في لعيبه المنتخب جوه البطوله واحنا هنا عمالين نقول زيزو وزيزو يلعب وفتوح ينضم وفتوح كذا، لدرجه ان بعض الناس قالت لنا يا جماعه انتوا داخل قناه النادي الاهلي عمالين تقولوا فتوح، اصل فتوح عمل وعمل وعمل، قلنا دي حاجه تخص علاقته بنادي الزمالك، احنا مالنا؟ كنا بنتعامل مصلحه المنتخب، وانت اللي كنت بتضرب في لعيبه المنتخب عايزني اصدق ان انت زعلان قوي وحزين قوي على المنتخب عشان خاطر مفاوضات؟ طيب موضوع المفاوضات لازم يكون في رد. انا هنا احترم ان انا على شاشه قناه النادي الاهلي وهي لها اطر، طالما النادي الاهلي لم يصدر عنه اي خبر رسمي عن مفاوضات انا هنا مش هتكلم في مفاوضات او مش مفاوضات، ولكن هتكلم في حاجه تانية. يحق للنادي الاهلي التفاوض مع اي لاعب في المنتخب. انت في فتره انتقالات كان في كشافين من انديه وادارات انديه وممثلين انديه اوروبيه موجودين في البطوله الافريقيه، وكانوا بيتفاوضوا عادي مع انديه وبيتكلموا عادي في امور تخص لاعبين. فالنادي الاهلي ان تفاوض ولم ياتي بشيء ممنوع. وهنا بقول ليه ان؟ لان النادي الاهلي طالما لم يصدر عنه اي شيء رسمي فانا بحترم ده، ولكن هل ده يعني ان النادي الاهلي كان له حق معاه ان هو يتفاوض مع اي لاعب؟ يتفاوض مع اي لاعب في كل منتخبات البطوله. في كل منتخبات البطوله. ده حق اصيل ليه. ولكن هنا الازمه مش في فكره التفاوض، انت عايز تقول لاي حد اصل النادي الاهلي عنده ازمه في مركز وكلم اداره نادي في اي حد في البطوله ويقول له انا عايز اللاعب ده، طب وايه المشكله؟ ولكن انت خدت ده لحته تانية، ان اللاعب ليله مباراه الكونغو كان بيتفاوض، مين قال ده؟ ان اللاعب كان مشتت، مين قال ده؟
حاجه تانيه، ان كهربا وابو جبل ضربوا بعض ودخلوا في مشاده وانت قبل مباراه الكونغو، فانت هنا لا، انت هنا بتتكلم ان فعلا النادي الاهلي اثر بالسلب على بعثه المنتخب. طب فين مشرف المنتخب؟ كابتن حازم. فين ما يثبت ده؟ انت حاولت تطوع فكره هي مشروعه وان النادي الاهلي فاوض اي حد لغرض غير مشروع، حق يراد به باطل، اللي هو ان كهربا مسك في ابو جبل والاثنين عملوا ببعض وده اثر على المنتخب، وده اسامه طرح لا مهني ولا احترافي، وبعدين حط قاعده قال لك اللي عايز ينفي ينفي، انا كلامي صح. هو طيب. ده موجود فين في الاعلام؟ طيب لا، خليني اقول لاول مره، لاول مره هنمشي مع كلمه قاعده دي، وان كان يعني في تحفظ على قاعده. فتخيل اسلام صادق لما يكون له قاعده بيتكلم فيها اعلاميا، واحنا مش هنروح لكل الكلام بس. لا، طب ما ايه رايكم نروح لقاعده اسلام صادق، نشوف قاعده اسلام صادق. تعال نشوف الفيديو ده عشان نعرف قاعده اسلام صادق، ونرد على الفيديو بكلام واضح، ونتجاوز ونقول ان عند اسلام صادق قاعده. نشوف الفيديو. احمد زيزو، احمد فتوح، سيف الجزيري، ومحمد عواد. خليها كلام بمنتهى الامانه ان الرباعي عندهم ازمات في المستحقات الماليه. في نفس الوقت احمد فتوح عنده مشكله في المستحقات، الى جانب احمد زيزو نفس الامر عنده برضه مشكله ولم تنتهي. محمد عواد عنده زي ما قلت لك رشح في الركبه، لكن برضه عنده مشكله في المستحقات. سيف الجزيري، كابتن عبد الواحد السيد اعلن ان استبعاده لاسباب فنيه وليس بسبب المستحقات المتاخره. خلينا طالما عبد الواحد السيد قال، فانا ما اقدرش زي ما قلت لك اقول عكس الخبر، لان ده مدير الكوره طلع وقال كده حتى لو فيه اي امور اخرى. لكن في نفس الوقت ما اعرفه ان برضه بسبب المستحقات، لكن لزاما علينا ان احنا نحترم تصريح مدير الكوره في نادي الزمالك او في اي نادي او اي مسؤول، طالما صرح باسمه وطالما قال وطلع وقال او نشر رسميا، يبقى انت لازم تحترم كلام المسؤول. فيديو عظيم طلع لاسلام صادق قاعده. فيديو عظيم اسلام صادق لما الامر يتعلق بنادي الزمالك، ايه اللي بيحصل؟ قال لك انا عندي ان احمد فتوح وزيزو وعواد وسيف الجزيري عندهم ازمه مع نادي الزمالك على المستحقات الماليه، والقصه ازمه مستحقات، ولكن ودي قاعده اسلام صادق، ولكن بما ان الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك طلع وقال ان الاستبعاد استبعاد فني فلزاما، قلت لي ايه؟ لا مش انا اللي بقول، دي قاعدة اسلام صادق اللي بتقول فلزاما، فلزاما علينا اننا نتبع كلام مدير الكرة في نادي الزمالك. مدير الكرة في نادي الزمالك بس؟ لا، نكمل لك قاعدة اسلام صادق، ده مدير الكرة في اي نادي او اي مسؤول، اي مصدر رسمي يخرج يتكلم، فاحنا لزاما عليا ولازم اننا نحترم المصدر الرسمي. اسلام صادق الحالة الوحيدة اللي قرر ان يكون له قاعدة مهنية ورطته. تخيل، يعني هو لو كان ماشي زي ما بيقول في الفيديو الاولاني احنا يا عم بنقول اي هري، فكان كمل في الهري، فكان ممكن ما نعرفش نرد عليه. لكن لما يجيب قاعدة لأول مرة ويحطها وسميناها قاعدة إسلام صادق، فالمفترض يحاسب عليها. يحاسب عليها إزاي؟ هو قال أي كلام أنا أقوله لو طلع مصدر مسؤول اتكلم يبقى انسى كلامي ده، لزمن عليا أخد بالكلام ده.
طيب طلع حد مسؤول اتكلم؟ طلع كابتن طارق مصطفى اتكلم وقال ان ما كانش في مفاوضات شخصيه ما بين النادي الاهلي وابو جبل، وان الامر ما كانش ليله المباراه، وان القصه كانت مع نادي البنك الاهلي قبلها ب 48 ساعه، وقصه قالها كابتن طارق مصطفى. بس احنا لزاما علينا اننا ما نحرمش اسلام صادق من تطبيق قاعدته. هل يا عم فارس نقدر نجيب حد اقرب شويه من كابتن طارق مصطفى؟ هو ده هنثبته وهنجيب الاقرب، ولكن انت شايف التباين ما بين، بيقول لك لو في شخص مسؤول وبعد كده قال يطلع كابتن حازم، يطلع فلان، يطلع فلان، انا اللي بقوله هو ده اللي حصل. ما هو مش الزمالك يا جماعه. وهي بقى دي يا اسامه، انا ليه بقول ده؟ عشان هي مش الزمالك. ده اتقال لما هو قال خبر وعايز ينفيه عشان خاطر المسؤول في الزمالك اتصل عليه، انت ليه يا اسلام تقول كذا كذا؟ فقال يا جماعه انا طالما المسؤول رجع قال او حد من القصه صرح، فانا مهنيا واحترافيا، والكلام اللي هو دايما بيقوله ما بيعملش بيه، فانا مهنيا واحترافيا والكلام ده طالما المسؤول قال. طيب هل في القصه دي انت عملت ده؟ لا. طب ممكن نقول المشرف على المنتخب ما ردش او ما فيش حد رد فانت بتتكلم كده. أسامة اتكلم في كابتن طارق مصطفى كان هنا يا سيدي وما كانش يعرف. طيب ماشي. طب يا جماعة تيجي نجيب الجثة بنفسها. هات المستند التاني. ننزل بالمستند التاني. هل بعد الكلام ده هو إسلام صادق بيطبق اللي بيقوله، ولا قصة باينة قوي 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 نسمع أبو جبل وهو بينسف كل الكلام اللي تاني؟ هل تواصل النادي الأهلي مع محمد أبو جبل في معسكر المنتخب؟ ما حصلش. لم يحدث. لم يحدث، ما حصلش خالص نهائيا اي تواصل بينه وما بين النادي الاهلي، لكن له كل الاحترام والتقدير، ولا زي ما هو بيقولوا اي فرد من اللعيبه، ولا اي فرد من البعثه من بعثه المنتخب. برضو عشان نوضح، قيل ان المهندس الاستاذ خالد درندلي جاب لك عقد، وكهربا جاب لك عقد، والعقود كانت كتير يعني، فقيل هذا الكلام عشان نبقى بنوضح بالاسماء يعني. ما حصلش، لان عيب بجد، هي دي النقطة اللي أنا طالع أوضحها معاك. تمام. لأن هي نقطة يعني دايما هي بتضايق إنك افتراء أو تشكك في، تخش في ذمم أو يعني تقول كلام ما حصلش. هو ده اللي مضايقني، وما ينفعش قيمة وقامة زي باشمهندس خالد الدرندلي يعني يتقال عليه كده وهو بيمثل منتخب مصر. أنا كمان ما ينفعش يتقال عليا كده وأنا بمثل منتخب مصر. ازاي انا هبقى في منتخب مصر وهفكر في مصلحتي عامه، اللي هو ان انا اتفاوض او ان انا يجي لي عرض او لا، ده ما حصلش. لم يتم التواصل ما بيني وما بين اي فرد ولا اي حد من النادي الاهلي. ولو كان ده حصل كمان يعني نادي البنك الاهلي اللي طلع فيه اصلا ما حدش كلمني، يعني لم يتم التواصل كمان من نادي البنك الاهلي. يعني المفاوضات كانت في القاهره ما بين الاهلي والبنك الاهلي، انت مالكش علاقه. بالظبط كده، ده اللي انا عرفته بعد ما رجعت. تمام. لان سياده اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي حصلت مكالمه بينه وبينه بعد ما رجع. ايه اللي حصل؟ انا سمعت اقاويل كثيره مش مفهومه فعايز افهم. قال لي ان الناس كلمونا في النادي الاهلي عايزينك، ادينا موافقه مبدئيه اللي هو احنا يعني تمام ما عندناش مشكله، ما فيش اي رد، لكن ما تطرقناش لاي حاجه تاني. لا ما بين عقود ولا اي حاجه تاني حصلت، يعني حاجه كده زي جس نبض زي ما بيقولوا عندنا في الكوره. ابو جبل بنفسه طلع قال عن الكلام اللي كنا بنعرضه من اسلام صادق في الاول افتراءات وكذب وما حصلش وغير حقيقي وإساءة ليه ولبعثة المنتخب. طب أدي المصدر أهو. هل طلعت اعتذرت؟ هل طلعت وقلت أصل طالما أبو جبل قال المهنية بتقول والكلام اللي أنت قلته وقت الزمالك؟ لا. عارف ليه؟ لأن أبو جبل ما كانتش المفاوضات مع الزمالك. هي دي المشكلة كلها. أنت عارف لو في المفاوضات مع الزمالك كان الموضوع اتطرح إعلاميا بشكل إيه بقى؟ كان اتطرح إعلاميا إن نادي الزمالك في لاعب مع المنتخب وهو عنده أزمة وفي ضيق وقت، فتفاوض مع النادي وخد خطواته مع النادي وهيحق للاعب يقدر يوقع في أي وقت أو من خلال توكيل أو من خلال تفويض أو من خلال أي حاجة، والقصة هتنتهي وهيتقال إن هي عادية. إنما الموضوع اتاخد كهربا وأبو جبل ضربوا بعض، اللي ينفي ينفي، اللي عايز يقول حاجة يقول، حصل ليلة مباراة الكونغو واتخذنا للسيناريو ده.
وبعد نفي ابو جبل نفسه وبعد نفي مسؤول من البنك الاهلي وبعد نفي المصادر الاعلاميه في النادي الاهلي مفيش اعتذار. ليه؟ لان اقول لكم تاني هو بيلعب على الهوى انتماءات. سيبك مش هقول لك مهنيه وغير مهنيه، اوعى تصدق الكلام ده، الكلام ده ابعد ما يكون على المهنيه والاحترافيه، انما القصه بتتلعب. انا ما عنديش مشكله احرق مهنيتي، اطلع متناقض، اقول كلام عكس اللي بقوله قبل كده، ناس تشتم بعض في الاستوديو، اي حاجه تحصل، ان شاء الله الناس تقوم تضرب بعض قدامي وانا قاعد في الحلقه. هو ما عندوش مشكله طالما بالعكس ده مشاركه، طبعا طالما ده هيبقى حاجه تضر بمصلحه الاهلي. دي القصه ببساطه واختصار يعني. ما طبقش القاعده. اسلام صادق لما حط قاعده وسميناها قاعده اسلام صادق ما طبقهاش. ولما اتكلم عن نادي الزمالك اتكلم عن لاعب، ما اتكلمش عن نادي الزمالك او عن مسؤولي نادي الزمالك، لانه ايضا راح لسكه احمد سيد زيزو ومفاوضات ما بين احمد سيد زيزو قبل المباراه بساعتين، وبيتكلم في التليفون قبل المباراه بساعتين، ودي حاجه كارثيه جدا. بس قال لك بس خد بالك مش نادي الزمالك طرف، ده نادي الزمالك المستقبل لهذا الامر من احمد سيد زيزو لانه نادي الزمالك. لكن القصه ان انت لا تنتظر من اسلام تطبيق قاعده، احنا فقط لا غير عملناه بالقاعده بتاعته. خليني اقول لك لما هو ابعد من ذلك، بغض النظر عن اي شيء، اي شيء لما انت ترسي قاعده المفترض تلتزم بيها. انت قلت مصدر مسؤول يطلع يتكلم، الكلام اللي عندي ده ينتهي. ابو جبل طلع يتكلم، كابتن طارق مصطفى طلع يتكلم، المفترض الكلام ينتهي. بل الاهم كمان لما اتكلمنا عن فكره التفاوض واللي تم اتهام النادي الاهلي بيها على مدار تاريخ المنتخبات المصريه، كان بيحصل بعض اللاعبين في المنتخب الاولمبي او حتى المنتخب الاول بنكتشف ان هم بيوقعوا من خلال المعسكر المنتخب لنادي الزمالك، احمد رفعت وغيره وغيره وغيره، من خلال معسكر المنتخب لاعبين بيدخل نادي الزمالك يتفاوض معهم من خلال معسكر المنتخب ده، من حتى من الثمانينات، وروايات حكاها كابتن طارق يحيى قبل كده في القصه دي. مش هنقف عندها كتير لان الحل اللي هنقف عنده هو الجديد اصلا بالتوازي مع امم افريقيا في بطولة آسيا، في منتخب عربي شقيق بيلعب، ظهر من ضمنهم لاعب توسم فيه نادي الزمالك ان هو لاعب جيد، والحقيقه كابتن محمود فايز بيقول لاعب جيد. تعالوا شوفوا كابتن محمود فايز اللي هو مساعد كوبر في المنتخب السوري قال ايه قبل مباراه مهمه خرج بعدها على طول المنتخب السوري امام المنتخب الايراني بركلات الترجيح. نسمع الفيديو عشان نوضح ان ليه الاعلام بيبص بعين واحده وما بيشوفش الامور اللي بتصدر من الاطراف الاخرى. نشوف الفيديو وعندنا تعقيب مهم. كنت عايز اسالك سؤال طرح نفسه في الساحه الرياضيه المصريه يعني على محمود الاسود، يعني ان هو ان انت كان في كلام ما بين اداره نادي الزمالك وكلام ما بينك وسالوا على اللعيب وعلى الحضري، يعني اشرح لنا الكواليس دي والكلام ده موجود ولا لا والدنيا وصلت لفين؟ والله بص هو فعلا حصل تواصل طبعا مع اللعبة، الناس كلها خلاص عرفت، احنا حاولنا ان احنا يعني احنا حاولنا نساعد لحد ما نقدر كل انديتنا المصريه يعني حتى واحنا في الكونغو كان في دايما انديه كتير من مصر بتسالنا على لعيبه، والنهارده محمود الاسود متالق بشكل كويس جدا، ماشي بشكل كويس جدا، لعيب 19 سنه سن صغير، احنا الحمد لله جبناه معانا ولعب اساسي الاربع مباريات وحتى يتسجل تحت سن. فطبعا لما سالوا عنه قلت لهم يا جماعه لعيب كويس جدا يعني فنيا، الفريق السكاوت بتاع الزمالك بيعمل شغله بشكل ممتاز، بيتفرجوا على اللعيب بيتابعوه بيشوفوا شغله بيشوفوا عدد لعيبها معدل اصاباته وكل حاجه. اما سالونا بقى بالنسبه كشخصيه، ولد مؤدب جدا محترم جدا مجتهد جدا عنده طموح كبير، رفض عروض كثيره جدا من دول خليجيه عشان خاطر يلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك، فنتمنى له التوفيق طبعا ليه هو ولنادي الزمالك طبعا. خلاص الموضوع انتهى يعني خلاص. والله بص يعني الاثنين اتحطوا في كونتاكت مع بعض وهم ماشيين بقى حاجات مفاوضات والحاجات العقود يعني في الحاجات اللي هي الرتوش الاخيره زي ما بيقولوا يعني كفلوس وكده يعني بتتم عاد اهو يا جماعه. وكابتن محمود فايز مدير فني مدرب منتخب مصر الاسبق ومساعد كوبر سواء مع منتخب مصر او مع المنتخب السوري، ونادي الزمالك شاف لاعب مع منتخب شقيق، كلنا كنا نتمنى الفوز، بالتاكيد المقارنه مع منتخب مصر مختلفه لان في النهايه منتخب مصر له الاولويه على اي منتخب شقيق، ولكن بتتم وبتحصل. والبعض اللي بيحاول يزايد على النادي الاهلي ويحمل النادي الاهلي شيء مش من مسؤولياته
خاصة أن النادي الأهلي بشكل رسمي لم يعلن عن أي شيء متعلق بأبو جبل، وإحنا قلنا القاعدة بتقول أن إحنا عندنا مصادر رسمية لما بتتكلم الأمر بينتهي تماما. ولو أنت شايف أن دي بص العصفورة، لا إحنا اجتزأنا جزء أصغر من الحلقة للرد على بص العصفورة، لكن الوضع الحقيقي والناس اللي قلبها على منتخب مصر فعلا واللي قلبها على كرة القدم المصرية فعلا واللي بتتكلم في السلبيات طول الوقت ولكن بتيجي في أوقات لما يكون الدعم هو المطلوب للمنتخب المصري بندعم، حتى لو كانت قناعاتنا مختلفة بعض الشيء ولكن ده دورنا إننا ندعم ثم نحاسب في النهاية، بنحط الجميع أمام مسؤولياته. فكان الجزء الأكبر من الحلقة للإخفاق للمنتخب المصري لبطولة كارثية لم تحقق فيها أي فوز كانت في المتناول. لما تيجي تبص على اللي بيحصل في البطولة، انت مشوارك لو انت بتختاره قبل البطولة وهنقولك تختار مين يواجهك في دور الستاشر ومين يواجهك في الدور في دور الثمانية حتى تصل الى المربع الذهبي، صدقني لو بتحلم مش هتختار الكونغو وغينيا، لو بتحلم مش هتختار الكونغو الديمقراطية وغينيا. اخترت الكونغو الديمقراطية، جالك الكونغو الديمقراطية اطاحت بيك عشان تصعد هي للمربع الذهبي في حالة تسمى بافراح المنتخب الكونغولي على حساب عزاء المنتخب المصري وجماهير كرة القدم المصرية. تخيل ان انت كنت قاب قوسين او ادنى من الوصول الى الدور نصف النهائي، وتقابل مين في الدور نصف النهائي؟ لا هتقابل لا السنغال ولا المغرب ولا احد الفرق المرشحة. فكان طريقك كان ممكن يكون عرقلة المسيرة، اما نيجيريا واما كوتيفوار، والتاريخ بيقول ان انت متفوق تحديدا على هذه المنتخبات، والامكانيات اللي عندك وتؤهلك الامكانيات الفرديه للاعبين كانت تؤهلك ان انت تحقق هذه البطوله. لكن يا فارس، اختيار مدير فني مش على قدر المنتخب المصري، ربما يكون كان عنده بعض النجاحات قبل امم افريقيا، ولكن البطوله دي كانت هي الـ زي ما تقول كده الكاشفه. انا سعيد ببعض ردود الافعال يا اسامه واحنا شغالين على الحلقه، اللي بتتكلم في فكره ان اللي عايز يستفيد من اللي اتقال في الحلقه دي ما يبصش بعين اهلي وزمالك خالص، يبص الناس دي قالت حاجات لمصلحة المنظومة وحملت اللي يستحق تحمل المسؤولية مسؤولياته ولا لا. فده كان مهم جدا، وده طبعا طبعنا مع الأهلي خط أحمر وجماهير كرة القدم المصرية وتحديدا جماهير النادي الأهلي. دائما وأبدا بقولها أن هنا التناول بلا تطاول، وأننا لن نجمل صورة قبيحة، ده عهدنا دائما معاكم في برنامج الأهلي خط أحمر. أشوفكم على خير، والأهلي دائما منتصرا، النادي الأهلي فوق الجميع.